بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور ثالثه. تفاصيل كتيره، والنهارده عندنا حلقتنا الاوروبيه كل اثنين النجوم تامر بدوي واحمد عز. ان شاء الله النهارده في الجزء الثاني هنتكلم في الكوره ونتكلم في التحليل الفني والدوريات الاوروبيه وايه اللي حصل في الدوري الانجليزي، ده في الجزء الثاني ان شاء الله. عندنا اخبار وعندنا تفاصيل كتيره، لكن قبل اي حاجه خلوني ابارك لجمهور النادي الاهلي ولكل الاهلاويه التطوير الجديد اللي بيحصل في قناه النادي الاهلي. ربنا يا رب يوفق كل النجوم، كل الاسماء، كل الكوادر اللي موجوده وتكون اضافه كويسه للاعلام الرياضي. عارفك انا شايفك، ما هو انا هو انا نفس الشخص اللي كنت ببارك للناس في قناه الزمالك ولكل الزملكاويه على قناه الزمالك، فما تستغربش، ارجع للحلقه هتلاقيني برضو بقول ده. انا ببقى من جوايا سعيد جدا ومبسوط جدا بكل حاجه او بكل طفره بتحصل في الاعلام الرياضي. هي وجهه نظر ليها علاقه بالاعلام الرياضي بشكل عام او اشمل، يعني حاله الحراك الكروي والرياضي حاجه بتسعدنا، كثره العاملين في الاعلام الرياضي حاجه بتسعدنا، كثره من يعمل حول الاعلام الرياضي حاجه بتسعدنا. الاعلام الرياضي المفروض ان هو دايما يبقى في حاله اثراء مستمره وفي حاله زياده مستمره طبقا للواضح، فاحنا بنتكلم دايما بنفس وجهه النظر. نبارك للاهلي ونبارك للزمالك وهنبقى سعداء جدا وهنبقى مبسوطين بكل طفره اعلاميه رياضيه بتحصل في الساحه المصريه، عشان في النهايه ودي قناعاتي انا اللي عمرها ما هتتغير، الشاشة تتسع للكل وتتسع للجميع، ومفيش أحسن من إن احنا كلنا نبقى خدامين المشاهد، ومفيش أحلى من إن انت تبقى قاعد في بيتك بتدور على المحتوى الترفيهي اللي يناسبك، ومفيش أحلى من كده، لأن هو في النهاية احنا كم مذيع مثلا، والله دي قناعاتي وحياة ربنا ويمكن مش مرتب حتى الكلام ده، كم مذيع مثلا رياضي؟ 10 20 30 على كم مليون؟ على كتير قوي. الناس هتشوف الكل والناس هتقلب مع الكل وهتشوف من ده حاجه وهتشوف من ده حاجه وهتشوف من ده حاجه، والموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا، وبالتالي دايما هتلاقوني ببقى مبسوط وببقى سعيد وببقى اي حاجه في الاعلام الرياضي بتطلع جديده وبتطلع زياده وبيبقى فيها طفره وبيبقى فيها تطوير اكيد بتبسطنا كلنا. كل التوفيق لكل الاعلاميين وكل العاملين في المجال الكروي والمجال الرياضي، ويا رب دايما نكون كلنا بنشتغل للصالح العام، يا رب دايما نكون كلنا بنحافظ على المشاهد بتاعنا، يا رب دايما نكون كلنا بنحافظ على قيم المجتمع بتاعنا والأسرة المصرية بتاعتنا، وفي النهاية في الأول وفي الآخر كلنا نتبارى من أجل مين بقى؟ من أجل سيادتك أنت البرنس، أنت اللي قاعد في البيت وحاطط رجل على رجل، وأنت اللي تحكم وأنت اللي تقلب وتشوف ده ينفع وده ما ينفعش. خليك دايما حاسس بقوتك، خليك دايما حاسس بالمسؤوليه بتاعتك، انت اللي بتتحكم، فاتبسط قوي بده، اتبسط بان انت عندك القدره دي، ما تستهونش بنفسك. دايما بفضل اقول الجزئيه دي لان ليها علاقه برضو بمردود تاني مردود السوشيال ميديا. طيب ماتشات الوديه والتفاصيل اللي ليها علاقه بالمباريات الوديه، ادينا شغالين اهو ماتشات وديه مستمره. النهارده طالع الجيش والمصري كانوا بيلعبوا بعض، مباراه انتهت بالتعادل السلبي. كله بيشتغل وكله بيستعد وكله بيجهز. امبارح شفنا الزمالك، قبليها شفنا الاهلي، بنشوفه مع سموحه، بنشوف سموحه مع الجيش، بنشوف النهارده الجيش والمصري. الفرق المصريه كلها تتبارى من اجل المصلحه، من اجل استئناف بطوله الدوري. وعلى ذكر بطوله الدوري، يمكن احنا شيئا فشيئا كده بنحاول ان احنا نطمئن على الحالات بتاعه لاعبتنا. النهارده في المقاولين العرب بتظهر حاله ايجابيه، الامور ماشيه كويس في الانتاج الحربي بحسب اخر حاجه احنا مطمنين على الناس في الانتاج الحربي، فشايفين ان الامور ماشيه بشكل الحمد لله يعني شكل كويس ان شاء الله باذن الله، وانه الموضوع وطئته تقل وانه الموضوع ما بقاش فيه ازمات وما بقاش فيه مشاكل. ده جانب من مباراه طلائع الجيش والمصري قدام حضراتكم على الشاشه، وانا كمان واحنا بنتفرج كده على شويه لقطات من اللقاء انا معايا على التليفون كابتن طارق العشري المدير الفني للنادي المصري. يا كابتن طارق اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. مساء الفل يا ابراهيم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ والله الحمد لله. كابتن طارق
خليني اسال حضرتك النهارده عن رؤيتك بقى للقاء ورؤيتك للاستعدادات بشكل عام بالنسبه للنادي المصري. مفيش شك تجربه قويه جدا النهارده مع فريق طلائع الجيش، والفرقتين استفادوا بشكل كبير جدا. مؤمنين على كان المباراه كانت فيها اندفاع بدني بالفرقتين بشكل كويس، حتى النواحي الخططيه للفرقتين كانت جيده. انا شايف ان احنا استفدنا يعني تجربه كويسه، والولاد انا شايف من تصاعد الامور من مباراه لمباراه بيتصاعدوا بشكل كبير، وكمان انت كمدير فني بتبتدي تحط ايدك على خلاص يعني احنا فاضل لنا ماتش مع بيراميدز يوم 29. ايوه. وبعد كده خلاص هتستعد للزمالك، فانت بتبتدي تحط ايدك على العناصر اللي ممكن اللي كانت تكون هتبدا بيها المباراه ان شاء الله. طب انت يعني من الناحيه يعني انت حاجه كمدير فني مستقر من الناحيه النفسيه انه لعيبتك الى حد كبير المستويات بتاعتها بترتفع، ولا الحمد لله مستقر الامور؟ الحمد لله الاولاد صراحه مستجيبين وبيرتفع مستواه من يعني يوم بعد يوم والمباراه بعد المباراه. فاحنا كنا طبعا عندنا مشكله ان احنا بنعاني موضوع المباريات وان احنا دخلنا على طول مباشره في الليفل الاعلى، لان احنا كانوا مفترض ندرج، لكن طبعا مفيش غير المباريات اللي هي ديت المتاحه. فاحنا استغلنا المعسكر في اسكندريه لان في تواجد طنطا وفي تواجد حرس وفي تواجد الاتحاد وفي تواجد طلائع الجيش وحتى بيراميدز هنا. التواجد ده كله عمل سموحه عمل حاله كويسه جدا ان احنا نعمل تدويره كده في المباريات بيننا وبين بعض. خليني اسالك على ارضيه ملعب برج العرب، انا شايفها حاجه عظمه جدا. يا جميله جدا جدا، اتحسنت يعني بنسبه 360 درجه احسن من الاول كتير. ايوه يعني كنا الاول بنعاني منها لكن الارضيه الجديده ديت يعني صراحه شيء مفخره لاستاد برج العرب. اروح بقى مع حضرتك لجزئيه تانية، كان عندك قلق يمكن اول واحد نبه الناس كلها ونبه مصر انه في حالات في الانتاج الحربي كان الكابتن طارق العشري في المداخله اللي حضرتك قلتها، ومن بعدها احنا يمكن اشتغلنا على الموضوع ده علشان نطمن. بالنسبه لعامل المهمات في النادي المصري اخباره ايه؟ بتطمئنوا عليه ولا؟ والله الحمد لله مطمئن عليه، وهو طبعا انتقل لبورسعيد وبيعمل مساحات هناك، واحنا عملنا مساحات طبعا، لكن الاسبوع بتاع لحد ما عملنا المسحه ديت قعدنا في حاله قلق. ايوه. ان هو مخالط لكل الناس، فلاعبين واداريين وفنيين. انا كنت واحد على طول بقى هو اللي بيساعدني في تحديد الادوات. فكنت متخيل. انت في اليوم ده ما عرفتش تنام يا كابتن طارق؟ يا عيني. ده مش اليوم ده، ده اسبوع، قعدنا اسبوع لحد ما عملنا المسحات. ولكن الحمد لله ربنا سلم، وان شاء الله كمان ربنا يشفيه ويعافيه كمان. ويرجع تاني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن طارق، تابعت نادي الزمالك في ماتشاته الوديه الاخيره، سواء مباراه الامس امام وادي دجله وفوزه على دجله باربع اهداف، وظهور عناصر مميزه من الناشئين سواء اسامه فيصل او حسام اشرف، او حتى كمان الماتش اللي قبليها امام سموحه والمكسب بخمس اهداف، وشفت قد ايه مدى جاهزيتهم للقائك ولا لا؟ والله شوف، في حاجه جديده بتحصل في فتره الاعداد ديت، هي طبعا اللي عندكم القنوات ابتدت تبث المباريات بث مباشر. ايوه. وكانت يعني كان زمان ان بتفضل انت كتاب مغلق لحد بدايه المباريات، بتبتدي بعدين بدايه الدوري وبعدين تبتدي تطالع. دلوقتي في المباريات الوديه يعني على الرغم ان المديرين الفنيين بينوعهم في اللاعبين والتشكيلات، لكن انا شايف ان الزمالك من الفرق المستعده بشكل كويس، نتائجها برضو ايجابيه على الرغم ان برضو في فترات الاعداد النتائج دي بتبقى اخر حاجه. ايوه. لكن برضو نادي الزمالك من الانديه الكبيره وعنده لاعبين يستطيع ان هم يصنعوا الفرق. البدايه بتاعتنا معاهم بدايه قويه جدا، محتاجه منا بذل مجهود ومحتاجه مننا تركيز، لان انت عارف ان انا استلمت المهمه والفرقه في مركز متاخر. احنا محتاجين نعمل قفزه قويه في البدايات بشكل كويس، وعلى الرغم ان هي امام النادي الزمالك، لكن انا عندي ثقه كبيره جدا 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 في الولاد. ان شاء الله يعني لو فضلوا على الريتم اللي هم بيتمرنوا معايا ده، ان شاء الله باذن الله تعالى نعمل نتيجه كبيره. كامل التوفيق لحضرتك يا كابتن طارق وللفريق بالكامل، وحبينا ان احنا نطمئن على الفريق ونطمئن على حضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، وتفاصيل لا علاقه باللقاءات الوديه زي ما حضراتكم عارفين ان
شاء الله ان شاء الله باذن الله اول لقاء رسمي يقام في بطوله الدوري المصري بعد استئنافها هيكون لقاء المصري والزمالك يوم 6 اغسطس عقب العيد مباشره، وهيذاع ان شاء الله باذن الله تذاع كل اللقاءات على الهواء مباشره. طيب عايز اقول لكم انه في جمعيه عموميه دلوقتي شغاله في نادي الزمالك، هنبقى نروح كل شويه. زميلنا عمرو مختار على فكره متواجد حاليا في نادي الزمالك. الجمعيه العموميه تقام على يومين زي ما حضراتكم اكيد عارفين ومتابعين، امبارح كان يوم وكان في توافد اعداد كتير حقيقه من اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك لدراسه الميزانيه ورؤيتها والاطلاع عليها، والنهارده برضه هنبقى مستمرين معاه النادي الزمالك، فهنبقى كل شويه بنروح وبنيجي وبنطمن وبنعرف الدنيا ماشيه ازاي على الهواء مباشره من زميلنا عمرو مختار. برضه نروح لحرس الحدود كابتن محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود. كابتن حليم اهلا وسهلا بكم، مساء الفل. النور كابتن ابراهيم، ربنا يخليك متأخر على حضرتك وعلى كل المشاهدين. اخبار حضرتك ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله بخير والله، كله تمام والله، كل سنه طيبين. كل سنه وحضرتك طيب يا رب وفي افضل صحه وحال. اعرف منك اخبار الاستعدادات ايه، استعدادات حرس الحدود لاستئناف بطوله الدوري، ماتشاتك الوديه مدى رضاك عنها، برضه نطمن على الحاله الصحيه والعينات. الحمد لله طبعا احنا مستعدين بشكل كويس، طبعا كان غاب عندنا فتره بعض اللعيبه طبعا النتيجه كان فيه عندي 7 اصابات بكورونا اضافه لعضو بالجهاز الفني كان 8 اصابات، بس الحمد لله كلهم تعافوا الحمد لله ورجعوا، يعني اخر واحد لسه راجع امبارح كانت بدايه تمارينه، فده عامل معانا دروب شويه طبعا في فتره الاعداد، كذا لعيب اتاخروا عن الفرقه، بس بنحاول نجهزهم بشكل كويس ان شاء الله وشغالين بشكل كويس الحمد لله. وكان اخر مسحه عملناها يوم السبت اللي فات دوت نتيجتها ظهرت امبارح الحمد لله كلها سلبيه. الحمد لله. الحمد لله الامور كده كده يعني. فرقتك كلها كامله العدد يا كابتن حليم؟ الحمد لله الحمد لله، طبعا باستثناء في مصطفى الزناري عامل رباط صليبي طبعا من 3 شهور. ايوه. الحمد لله كل الفريق موجود الحمد لله، يعني طبعا يعني اختلاف طبعا اعدادهم، في ناس طبعا اتاخرت بشكل كبير جدا عن الاعداد، ناس ما عملتش يومين اعداد على بعض يعني لغايه دلوقتي، بس الحمد لله كلهم موجودين في التمرين دلوقتي الحمد لله. اللي رجع وشارك معاك في التدريبات اخباره ايه؟ حالته البدنيه والصحيه عامله ازاي؟ من اللعيبه اللي كانت اتصابت. لا زي الفل الحمد لله، يعني في ناس شاركت في مباريات والحمد لله ادوا شغل كويس جدا وحالتهم البدنيه كويسه جدا، حتى في التمرينات شكلهم يعني الحاله البدنيه كويسه جدا، يعني يعني مش شايف اي تاثير يعني الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب بسألك بقى على الماتشات بتاعت الدوري الممتاز، المواجهة الأولى لحرس الحدود بتشوفها ازاي من وجهة نظرك؟ طبعا مواجهة صعبة جدا طبعا، لأن مع مدرب كبير طبعا وكان عارف كل كبير وصغير عن الفرقة كابتن طارق العشري. صحيح. يوم 10/8 طبعا كابتن طارق مدربي وأستاذي طبعا برضه ليه فضل كبير جدا عليا، تبقى مواجهة صعبة جدا يعني نفسيا كمان بيني وبينه، فأعتقد هيبقى مواجهة صعبة بنحاول نستعد لها بشكل كويس، عملنا مباريات وديه عملنا حتى الان 3 مباريات وديه، وكان المفروض عندنا ماتش ثاني بكره مع طلائع الجيش اعتذروا عنه، هم اعتذروا نادي طلائع الجيش اعتذر عن اللقاء ده اللي هيتلعب بكره. احنا لعبناه امبارح المفروض كنا نلعبه بكره، فهم يعني اعتذروا لظروف خاصه عندهم يعني ف يعني حطونا في مأزق برضه شويه يعني ان احنا كنا عاملين حسابنا على المباراه ديت، فطبعا مش هتلاقي طول لحد النهارده، عايز العب بكره ماتش تاني مش هتلاقي حد. بس هو كان بيلعب النهارده وكان هيلعب النهارده ويلعب بكره تاني، يعني هو كان بيلعب المصري النهارده صح كده ولا بتكلم غلط؟ هيلعبوا النهارده، لعبوا امبارح، لعبوا اول امبارح المفروض ولعبوا النهارده وكان هيلعبوا معانا بكره ويلعبوا الزمالك ان شاء الله من الاربعاء. ده طحن ماتشات، ده بيلعبوا ماتشات كتير قوي. ما اعرفش احنا كنا متفقين من الاول، ما اعرفش انا عملت حسابي على المباراه ديت خلاص يعني. طب ناوي تعمل ايه طيب؟ ناوي تعمل ايه؟ والله هحاول اعمل تراي ماتش، انا عندي ماتش كده كده الاربعه، كنت عامل ماتشين ماتش حد وثلاث واربع، كنت عامل ماتشات كده التلات ده كده بره، هحاول اعمل تراي ماتش بالفرقتين والاربع ان شاء الله اعمل مباراه، وان شاء الله يوم 4/8 هعمل مع نادي الاتحاد اخر مباراه وديه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، كامل تمنياتنا ليك بالتوفيق يا كابتن حليم، وان شاء الله باذن الله حرس الحدود يعمل مستوى مرموق ومستوى محترم ان شاء الله باذن الله مع استئناف بطوله الدوري. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد حليم مدير فني لحرس عندنا تقرير من الزمالك مهم جدا بيحمل الرؤيه الفنيه كمان لاعضاء مجلس اداره نادي الزمالك بملف مهم جدا جدا، ولكن قبل ما اروح للتقرير خلينا اروح على الهواء مباشره
من داخل نادي الزمالك، زميلنا عمرو مختار يقول لنا ايه اللي بيحصل دلوقتي داخل نادي الزمالك والجمعية العمومية، مدى الإقبال، الناس بتعمل ايه، الدنيا ماشية ازاي، ايضا مشاهداته طوال هذا اليوم. عمرو اتفضل، اهلا وسهلا بك. برحب بيك زميل عزيز ابراهيم فايق، برحب بكل مشاهدينا الكرام ومشاهدين قناه اون تايم سبورتس في كل مكان وعبر جمهور الثالثه. طبعا احنا هنا من نادي الزمالك. نادي الزمالك يمكن انت ذكرت ابراهيم امبارح، نادي الزمالك ما يخافش على ناشئينه، وايضا نادي الزمالك ما يخافش على الجمعيه العموميه بتاعته. الجمعيه العموميه النهارده بتضرب مثل حقيقي في تواجد الناس من امبارح ابراهيم. الناس الاعداد وصلوا ل 6000 ونص، وهي الجمعيه العموميه ايضا هتكتمل على 7000 عضو. امبارح كانوا 6000 ونص، النهارده يفوق ال 25-26 ألف من اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. خليني اقول لك على الاجراءات الاحترازيه التي يعني لمسناها كلنا اللي هنا موجودين. ممنوع تخش من غير كمامه، من على البوابات الالكترونيه اللي هي المعقمه، مفيش واحد يقدر يشرب سيجاره زي ما بنقول في داخل اروقه نادي الزمالك او داخل محيط عمليه الفرز او محيط عمليه الادلاء بالاصوات. خليني اقول لك الجمعيه العموميه، يمكن بعض الاعضاء الجمعيه العموميه اتكلمنا معاهم، مبسوطين بمجلس ادارتهم، مبسوطين بالانشاءات. فعلا احنا صورنا بعض الانشاءات اللي موجوده الجديده، يمكن صاله جيم جديده، حمامات سباحه جديده، يعني حاجه خلينا نقول بمنتهى الامانه نادي الزمالك يضرب فعلا مثل في الانتخابات او في النهارده مناقشه الميزانيه واكتمال جمعيه العموميه. ابراهيم لو عندك سؤال اسالك بقى، اعرف منك يعني اراء الاعضاء ايه رؤيتهم، ايه اهم طلباتهم، ايه اللي شايفينه في نادي الزمالك كويس، ايه اللي عايزينه يتطور، وجهه نظرهم ايه من خلال مشاهداتك ومن خلال كلامك مع الناس يا عمرو. طيب هم مبسوطين اولا ان نادي الزمالك عاد مره اخرى. منذ 10 سنوات نادي الزمالك كانوا بيقولوا احنا كنا بنبيع لعيبه علشان ما عندناش امكانيات نصرف على النادي الاجتماعي. هم دلوقتي بيقولوا احنا عندنا، لا احنا بنشتري ب 50 وب 60 مليون لعيبه، احنا عندنا نادي يليق بينا، اللي انا ما اخافش على ابني، اخافش على زوجتي وهي جايه هنا النادي. يعني كان في مثل بسيط قوي كان في عضو النهارده قاله لي، قال لي ان احنا الكرسي كنا زمان يعني بنخاف نقعد على الكرسي عشان البنطلون بيتقطع، لكن الجمعيه العموميه او المجلس اداره نادي الزمالك طور كل حاجه، طور كل حاجه موجوده. هم مش محتاجين لما بيناقشوا النهارده الميزانيه ابراهيم، هم بيقولوا ان احنا 49 مليون فائض ميزانيه، دي حاجه لم تحدث في تاريخ مجلس اداره نادي الزمالك. هم اللي محتاجينه بس هي القعده كل فتره مع مجلس اداره نادي الزمالك. هل في اي سلبيات هم شايفينها؟ يعني احنا دلوقتي انت بترصد ايجابيات، هل في اي سلبيات هم شايفينها؟ هل هم في حاجه معينه شايفينها عايزه تتطور؟ دايما بسمع رئيس نادي الزمالك بيقول انا احب اشوف لو الناس عندها رؤيه معينه، شايفين في حاجه سلبيه عايزه تتعمل على ارض الواقع. الناس لو عندها سلبيات خلينا برضو نتكلم، زي ما بترصد ايجابيات خلينا نتكلم في السلبيات، لان اعتقد برضو الزمالك محتاج يعرف علشان يتقدم اكتر، يشتغل اكتر، لانه واضح ان المنظومه ماشيه بشكل كويس. اتفضل يا عم. بالظبط يا ابراهيم، يمكن رئيس نادي الزمالك متواجد من حوالي الساعه 3:30 هنا في النادي، وامس ايضا كان متواجد مع الناس، كان هو بنفسه بيقول للناس ايه المشاكل اللي انتوا شايفينها. منتهى الامانه يعني في كل مكان في كل مكان في مشاكل، لكن احنا بنسبه 99% منتهى الامانه خلينا على الحياد، لن تكون هناك مشكله في نادي الزمالك او نرصد اي ازمه في خلال التعديل او التصويت او دخول الاعضاء او خروجهم، وايضا الانشاءات اللي موجوده والكلام ده كله. ابراهيم عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا، وهنفضل متواصلين معاك خلال الحلقه، في اي مستجدات في اي لقاءات هنرجع لك بالضروره ونعرف منك ونطمن اكتر. وحاجه ايجابيه وحاجه كويسه جدا احنا بنلمسها وبنشوفها في نادي الزمالك، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان هي تستمر. بشكرك شكرا جزيلا يا عمرو، واكيد هنرجع لك كلما استدعت الحاجه والضروره. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز عمرو مختار من داخل نادي الزمالك، ومتابعه للجمعيه العموميه لنادي الزمالك. على ذكر بقى احنا بنتكلم على الزمالك، خلونا نشوف مع حضراتكم التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. يلا بينا.
بعض التفاصيل المتعلقه بالنادي غرد هي ما زال يعني موضوع من مجلس اداره ورئيسه في اللجنه المشكله فيه، بنحضر مذكراتنا في سريه تامه، بنشوف احنا محتاجين ايه وبنعمله. احنا متحافظين على موضوع ان احنا نشارك في دور. انا نفسي شخصيا انا شايف كل يوم اصابات، في ماتشات وديه اتلغت عشان خاطر اصابات موجوده في فريق النادي الاهلي، منهم كابتن مختار ربنا يشفيه يا رب بامر الله سبحانه وتعالى. العمليه كل يوم بتظهر لك ناس جديده في كل، ان دلوقتي بقيت متخوف حتى من الماتشات الوديه، فما بالك بقى من الماتشات الرسميه وفيها جمهور. احنا متعوضين، احنا بنستعد حاليا عشان البطوله الافريقيه، بنبص لايه؟ على البطوله الافريقيه واهميتها، وان احنا داخلين مرحله جد عايزين نحقق بطوله تضاف لرصيد بطولاتنا اللي احنا عملناها وانجازاتنا الرياضيه اللي فاتت. فان شاء الله استعداداتنا كبيره، والحمد لله انا يعني مبهور بالجهاز الفني وبالعمله مع اللعيبه والجهاز الطبي والاداري، ان انا لما اتفرجت على الماتشات الوديه لقيت لعيبتنا الوزن بتاعهم اقل من العادي من السنه اللي فاتت، فده يوريك ان اتعمل شغل في فتره الكورونا، في فتره مش ممكن تقول لي ابدا دول اللعيبه كانوا قاعدين في البيت، لا دول على اعلى مستوى، كفاءه عاليه جدا، اوزانهم نازله جامده جدا، شايفهم حماس عايزين يعملوه في البطوله الجايه ان شاء الله. الماتشات الوديه اللي اتعملت مع سموحه وبيراميدز انا شايفها ايجابيه جدا بالنسبه لنا، لان احنا مش مهم اخسر من بيراميدز قد ما اتعلم. يكفي ان محمود علاء اطرد في اول 40 دقيقه وبلعبنا بقيه الشوط والشوط الثاني في هجمات مننا وفي فتنس عالي جدا من اللعيبه، ده بيوريك ان احنا ان شاء الله هيبقى لنا وجود ان شاء الله في البطوله الافريقيه، يا رب تبقى لنا بامر الله. انا شايف ان الفرقه مع كارتيرون شايفهم ان هم عامل لهم برنامج كويس، بدني كويس، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الاصابات البدنيه والحاجات دي ما شبه زيرو من الدكتور محمد اسامه، اشراف كامل من ابني الغالي امير مرتضى. الحقيقه لا انا مطمن، وبعدين احنا حظوظنا كمان حلوه مع الفرقه المغربيه. شايف ان اداره كارتيرون او وجود مستر كارتيرون في بطوله افريقيا قبل نهائي دوري ابطال افريقيا بيدي حافز اللعيبه، لان هو حضر نيات كتير وخد مع مازيمبي البطوله، ده هيساعد نادي الزمالك في الحصول على البطوله؟ حاجه هقول لك حاجه عليك يمكن اول مره نقولها، الزمالك كانت عينه على كارتيرون، انت فكرتني من ساعه ما كان ماسك مازيمبي، احنا لعبنا هناك ضدهم مع مازيمبي ايام اعتقد مش فاكر اذا كان ميدو او حد تاني، هو كسبنا، احنا كانت عينينا عليه، بس هو اياميها قال انا مرتبط مع مويس باتفاق وما اقدرش اسيبه. لما مويس حصل له بقى ان اللي هو رئيس نادي مازيمبي حصل له ان الحكومه هناك قلبت عليه، كان عايز يرشح نفسه رئيس اقليم كاتانجا، هو سابهم وراح فرق ثانيه وجا النادي الاهلي او غيره يعني. كارتيرون مدرب ذكي، ودايما في الماتشات اللي هي نوك اوت ماتش اللي هو الماتش الفاصل ده اللي بيبقى واحد او انك انت لازم خروج واحد من الاثنين يعني، الحقيقه هو بيعرف يديرها، ويمكن انت شفت السوبر الافريقي وشفت الترجي في الماتشين رايح جاي، انا اقصد اللي هو ايه ماتش وماتش هيخرج منه واحد مش بقى اللي هو الطويل. فالحقيقه انا شايف ان هو ذكي تكتيكي بيعرف، والولاد الحقيقه اللعيبه بيحبوه جدا يعني، واحنا كمجلس اداره بقياده المستشار ما فيش حاجه ما بنديهالوش. والله انا شايف ان الدوري ده صعب يستكمل لغايه النهارده يعني، ما اعرفش هيستكمل ولا لا، وغالبا لو هم عايزين يستكملوه مش هيعرفوا يعني، المسألة صعبة جدا صعبة جدا، لكن يعني خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. لكن افريقيا نادي الزمالك لازم يستعد لها، لان دي هنبقى يعني تاني مرة نوصل لنهاية افريقيا في خلال 5 سنوات او 4 سنوات، وده يعني مؤشر جيد جدا دور قبل النهائي يعني. بتمنى ان ربنا يكملها لنا على خير، وربنا يرزقنا ببطوله افريقيا ان شاء الله. هتقابل النادي الاهلي في النهائي؟ هتقابل اي حد، الثلاث فرق اقوى من بعض، الوداد قوي، الرجاء قوي، الاهلي قوي، الترجي كان قوي، يعني كل الفرق بصراحه اللي وصلت دور الثمانيه كانوا اقوياء جدا. ان شاء الله باذن الله تمنياتنا للفرق المصريه المشاركه في دوري ابطال افريقيا بالتوفيق، نحب ان احنا نشوف الاهلي والزمالك في النهائي، نحب ان احنا نشوف بيراميدز ان شاء الله باذن الله بيفوز بالبطوله الكونفدراليه، هتبقى حاجه عظيمه جدا جدا وانت بتشوف سيطره مصريه على البطولات الافريقيه، دوري ابطال والكونفدراليه، والحقيقه ان هي دي الحاجه اللي هتبسطنا، وهي دي الحاجه اللي هتسعدنا وتحسسنا دايما ان احنا في الرياده وفي المكان والمكانه الطبيعيه. نطمن اكتر على الحالات الصحيه للاعبينا ولفرقنا وانديتنا قبل استئناف بطوله الدوري، ومدى صعوبه استئناف بطوله الدوري من عدمه. انا معايا على التليفون دكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لكره القدم. يا دكتور محمد اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الورد.
مساء الورد يا كابتن ابراهيم، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. مريتوا بمطبات صعبه قوي، يعني المطب بتاع الانتاج الحربي ده والارقام اللي كانت متعاظمه ومتزايده كان مطب كبير جدا جدا، والتعامل فيه الحقيقه كان تعامل هادئ جدا جدا من قبل حضرتك. وده يخليني اسالك، بتشوف من وجهه نظرك هل احنا فعلا مقبلين على استئناف بطوله الدوري ولا الموضوع صعب؟ لا ان شاء الله مقبلين على استئناف البطوله، وزي ما حضرتك قلت يعني الموقف اللي حصل مع الانتاج الحربي ده كان موقف استثنائي، ما كانش متوقع انه يحصل لكن حصل وتم التعامل معاه، والحمد لله يعني في ايام قليله ان شاء الله معظم اللاعبين هيرجعوا تاني لممارسه تدريب مع زملائهم. في خمسه منهم تاكد تلبيتهم للعينات وبنعمل لهم عينه تاكيديه مره تانية عشان يعودوا، والباقيين ان شاء الله خلال ايام هيتم اعاده العينات ليهم. واحنا الدليل انه دي حاجه استثنائيه انه الحمد لله نتائج الفرق كلها ماشيه كويس في المعدل الطبيعي، فرق كتير ما عندهاش اي حالات الحمد لله، فرق عندها حاله واحده بتطلع وبدون اعراض وبنقدر نعالج ونمانج والامور بترجع تاني كويس. فاحنا يعني الحمد لله متفائلين والامور ماشيه كويس. الاسبوع ده هيبقى الاسبوع اللي قبل العيد مباشره، ايوه هيتم عمل المسحات فيهم، وبعد العيد مباشره هيبقى الاسبوع اللي هيبقى فيه المباريات، هنبتدي جدول قبل المباريات ب 48 ساعه. الجدول احنا بنجهزه ماشي مع جدول المباريات بالظبط، اي مباراه هناخد العينه بتاع الفرق بتاعها قبلها ب 48 ساعه، تظهر النتيجه بعد 24 ساعه، يبقوا جاهزين ان شاء الله لاداء المباراه. معلش هطبق عملي، يبقى احنا بنبتدي مثلا يوم 6/8 ان شاء الله باذن الله اول لقاء لينا بحسب ما تم الاعلان الزمالك والمصري، يبقى احنا قبليها ب 48 ساعه اللي هو يوم 4. الفرق اللي هتلعب يوم 6/8 هيتاخد لها العينات يوم 4/8 ان شاء الله، ان شاء الله 5/8 هيبقوا جاهزين. كل مباراه ان شاء الله هيبقى فيها مراقب طبي هينزل يتاكد من تطبيق الاجراءات الاحترازيه داخل الملعب. هيبقى كمان احنا عايزين جلسه ان شاء الله مع الكابتن المهندس حسام الزناتي لكل المراقبين المباريات عشان برضه نديهم فكره عن كل الاجراءات الاحترازيه عشان يبقى عندهم فكره، بحيث ان كلنا لجنه المسابقات مع اللجنه الطبيه مع الاداره الفنيه مع لجنه الحكام نبقى شغالين في اطار واحد، كلنا فاهمين نفس الاجراءات ونفس الاطار في العمل. ده تكامل بين الادارات وان شاء الله الامور تمشي بصوره جيده. من وجهه نظر حضرتك كان في طرح في الفتره الاخيره طرح انه اللعيب اللي يبقى لا يطبق الاجراءات الاحترازيه او يبقى مستهتر في حق نفسه في حق فرقته يتم معاقبته بشكل او باخر. من وجهه نظر حضرتك بتشوف ده ايجابي، يعني ده حاجه ايجابيه ولا لا؟ توافق على ده يعني ولا لا؟ لا انا مش موافق عليه بالصوره ديت، لكن انا متاكد ان معظم اللاعبين هيلتزموا. اذا حصل لا قدر الله انه في عدم التزام من اي حد هيبقى في لفت نظر ليه وتنبيه عليه مره اثنين، لكن طبعا انا مش شايف انه في لعيب هيقاوم يعني انه يتم تنبيهه للاجراء الاحترازي، لانه بعض اللعيبه احيانا ما تبقاش مهتمه بده، لكن الحقيقه بمجرد ما يتم تنبيه اللاعبين او اي حد فرد من الفريق فبينفذ الاجراءات بمجرد ما يتم تنبيهه بيلتزم بتنفيذ الاجراءات، وانا مش متوقع ان يبقى في يعني مخالفه صريحه، تبقى حاجه غير مقصوده، وبمجرد التنبيه ان شاء الله الامور هتنضبط. يا دكتور احنا داخلين على فتره دلوقتي، فتره الاعياد وفتره الاجازات، وبالتالي برضو اللعيبه ممكن يبقى اكيد هيبقوا عندهم اجازات وده هتبقى وضعيه طبيعيه، ما هي الاجراءات المتبعه او ما هي النصائح اللي حضرتك تقولها على الهواء مباشره علشان يبقى الناس كلها واخده بالها منها واحنا داخلين على فتره اجازات ومش عايزين حد يرجع بصراحه يكون مصاب او ينقل عدوى بقى لباقي زمايله يعني؟ بشكرك حقيقه يا كابتن ابراهيم، انا ده كنت عايز اعلنه، انا كنت اتكلمت النهارده مع الاتحاد ان احنا نبعت يعني ميمو لكل الانديه انه في فتره الاعياد لابد من الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، عدم حضور تجمعات، خلينا نبقى في نطاق الاسره فقط، بلاش تجمعات خارجيه، بلاش زيارات خارجيه، بلاش تجمعات كبيره جدا، لان اللعيبه دول يعني محترفين وبيلعبوا في دوري احترافي، فلابد من الالتزام في هذه الفتره، لانه اللي مش هيلتزم هيعرض نفسه لمعامل يعني معدل خطوره عالي النقل لانتقال عدوى ليه، فنرجو من اللاعبين التزام وان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا كلنا ان شاء الله باذن الله. دكتور بشكر حضرتك شكرا جزيلا وخالص تمنياتنا ليكم بالتوفيق في عملكم بالكامل وفق منظومه بشوفها محترمه جدا، المنظومه الطبيه حاجه محترمه جدا جدا في الاتحاد المصري لكره القدم،
وماشيين بشكل هادي جدا وماشيين بشكل في ثبات. والله احنا عندنا حاجات ايجابيه حلوه وعندنا نماذج ايجابيه حلوه نقدر نقتدي بيها. اكلمكم بصراحه انه اول لما حصل الاصابات بتاعه الانتاج الحربي احنا اتخضينا يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده. وانا عن نفسي على الهوا كده الموضوع بالنسبه لي مقلق. 18 حاله حاجه صعبه جدا جدا. الثبات اللي اتعامل بيه الدكتور محمد سلطان على الهوا معانا، الثبات اللي كان في التواصل مع الانديه، للامانه الانتاج الحربي عندهم رئيس نادي محترم جدا 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 اللي هو اشرف عامر. لا انا بامانه ما شفتش ثبات وهدوء واحترام وتقدير كده. لا عارف هو بيتكلم ازاي وعارف هو بيتعامل مع اولاده ازاي واللعيبه ازاي. هو اصلا ما هوش غريب عن المنظومه الحقيقه، مش غريب خالص عن منظومه كره القدم، يعني منظومه كره القدم. وبالتالي التعامل كان بشكل لائق جدا جدا وكان فيه احتواء. واتمنى كمان انه يعني الموضوع ده، انا بس اللي حصل بتاع الانتاج الحربي ده على قد ما هو قلق الناس وعلى قد ما هو هز الناس، على قد ما هو سبحان الله يعني اكيد الفرق هتاخد بالها. احنا داخلين على العيد وده اللي قلقني، بس خدوا بالكم الفرق اللي هترجع متعوره لا قدر الله هتزعل. يعني اللعيبه بقى، اللعيبه بتاعتنا يعني عايزين نبقى جدعان ناخد بالنا كده، ويعني اقصى درجات اللي يعني الحيطه زي ما بيتقال نعملها. لان انت لا قدر الله اتصبت عدوى فرقه مفيش، فده اكل عيشك، ده رزقك هنا في الحته دي، فانت اللي هتفرط مش حد تاني، انت اللي هيبقى عندك المشكلة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد مرة تانية وتالتة. احنا كل الاصابات اللي جت في الوسط الكروي والوسط بتاع الدوري الحمد لله اللعيبة بتاعتنا كلها تعافت منها الحمد لله. اللي بيتصاب بيرجع الحمد لله، مفيش اعراض تقيلة، مفيش حاجات مخيفة، الدنيا ماشية كويس. فيبقى احنا من الناحية الصحية ناخد بالنا، ومن الناحيه كمان اللي ليها علاقه بان احنا هنعطل نفسنا ونعطل فرقنا ونعطل الدوري ونعطل الامور كلها، فهيبقى ده يعود عليك بالسلب. ناخد بالنا وربنا يسترها يا رب علينا كلنا. نروح للمقاولين العرب. انا معايا على التليفون المحترم الصديق العزيز والاخ الكبير مهندس محمد عادل، المشرف العام على كره القدم بنادي المقاولين العرب. يا باشمهندس اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. حبيبي الراجل المتالق دائما ربنا يبارك فيك. المبادئ الله يعزك ويعلم ادارك. دي حقيقه. اخبار حضرتك ايه؟ طمنا عليك. بخير والله الحمد لله اشكرك يا رب دايما في افضل صحه وحال. خليك الكرام يعني. ربنا يخليك يا رب يا باشمهندس. طيب فعلا سمعنا انه في حاله ايجابيه في المقاولين العرب، نطمن من حضرتك ونعرف الدنيا ماشيه ازاي. والله برضه هي كالعاده نقدر نقول يعتبر حامل الفيروس، لكن مفيش اي اعراض ظاهرة عليه، لكن بنقول الحمد لله واحنا مشددين الكلام ده جدا على يعني انا بعتبر ده شيء برضه في اهمال. في اهمال الانسان بيطلع، اللاعب ممكن يطلع يلتقي بناس رغم كل التحذيرات اللي بنقولها، فاحنا مشددين. ويمكن قررنا عقوبة مالية ضخمة جدا اللي هيحصل اللي مش هيلتزم. قررت عقوبة مالية قد ايه بقى للي مش هيلتزم؟ 50,000 اللي هيجيله الكورونا تاني. ياه 50,000 للي مش هيبقى ملتزم يعني. للي مش هيبقى ملتزم بالظبط كده. طب ده تصرف اعتقد انه تصرف مهم جدا جدا. طيب لو حصل واحد اتصاب بس هو كان ملتزم هنعرفها ازاي دي يا باشمهندس؟ انا عارف انك لا يعني. بص يا كابتن. اكيد مش هيكون ملتزم بشيء ما. راح في مكان زحمه مره بشر لابس الكمامه راح تصرف ما اقامش نفسه ودخل مكان اكيد هيبقى هو برضو مسؤول عن موقف ما. انتوا عايزين انتوا عايزين الموضوع يبقى فيه حسم وحزم يعني. يعني انت لازم تحافظ على النهارده مش يبقى لازم برضو نبقى واعيين كلنا ان احنا داخلين على المسابقه واللي هيقف المسابقه هيعطل نفسه وعطلنا معاه. صح. برضه لازم كل واحد يفكر بقى ان هو يأدي رسالته. احنا النهارده مش هندفع المرتبات دي كلها والعقود دي كلها وانت دايما بنفسك.
والله كلام برضو. دي نقطة برضو موضوعية جدا جدا، انه لازم كل واحد ياخد درجات يعني اقصى درجات الاحتياطات، علشان خاطر يعني هو هيعطل نفسه هيعطل الفرقة، وفي النهاية احنا كمان عايزين ما يبقاش عندنا يعني اي حد مصاب. طيب اروح مع حضرتك لجزئية تانية ليها علاقة بالاستعدادات، مدى رضاك عن استعدادات الفريق وانت قريب جدا جدا من الفريق، حاسس ان الامور ماشية بشكل كويس ولا لا؟ والله لا، انا مش يعني انا بقول يا رب. انا شايف الروح الحماسية، مش عايز اقول لك ازاي يعني، لو تيجي تحضر التدريب تحس ان الدنيا مولعه في الملعب. ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله. انا يعني الحقيقه انا لدرجه ان انا اقول يا رب استر، لان الولاد متحمسين جدا ومصرين على المركز الثاني ما شاء الله قبل اي شيء، ويعني طبعا التوفيق بتاع ربنا. اما لا اخفى عليك، انا شايف حماس جديد شديد جدا للفرقه والمدربين، وربنا يرفع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب تعقيب حضرتك يا باشمهندس، وانت واحد من الشخصيات اللي ليها يعني باع جوه المقاولين العرب، التصريحات اللي كانت اتقالت في الفتره الاخيره كيف تراها من وجهه نظرك؟ والله انا حزين. حزين جدا. ومش مصدق لحد دلوقتي ان كابتن، اولا هذا الموضوع بتفتحني فيه، وهذا موضوع خطير جدا. ولا بد من وقفه، ولا بد من حساب. لأنك ضيعت تاريخ مصر الكروي كله. تاريخ مصر الكروي متمثل بالأهلي والزمالك والمقاولين والإسماعيلي والمحلة والمنتخب القومي. مش ده التاريخ الكروي بتاعنا؟ صحيح. معلش أنا مش لاقي أي مبرر أو أي سبب للي حصل. أنا هقول لك كابتن إبراهيم، أنا واحد من الناس اللي حضرت ماتش الإنجلبير مع الإسماعيلي. وكنت قاعد في الدرجه الثالثه، مش عايز اقول كنت في عمود. وقد ايه الحماس، وقد ايه شوف ان اللعيبه بتاعت الاسماعيلي بتقاتل. ايوه. وتبني نفسها حبا في البلد وللحصول على بطوله. نرجع تاريخ مصر كله الكروي. ما هي بطولات مصر كلها. نقول ما هذا الكلام، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا اشتركت في سنه 2002 مع الفريق في افريقيا. لو تتذكر حضرتك 2004 بعد الكاس. ايوه. مفيش حاجه اسمها كابتن منتخب، كابتن بيقعد مع يا اما انا كمسؤول عن الكوره يا اما الاداري. انما الكلام اللي قيل ده انا لحد دلوقتي مش لاقيه اي مبرر، ومع احترامي للكابتن ولتاريخه الكبير واللي كنت اتوقع منه هذا الكلام. النهارده شوف الصحافه، انا النهارده الصحافه المغربيه والجزائريه لحد النهارده، والله لحد النهارده يا باشمهندس، لحد النهارده عم بتقولوا الحقيقه. بتقولوا انا بقول انا محروق. مش محروق لشيء. مش عشان المقاولين، عشان تاريخ مصر. تاريخ مصر الكروي اهدر بدون داعي. احنا ليه، انا عايز اسال سؤال معلش، احنا ليه عمالين نخلق لنفسنا كل شويه موضوعات ونقاتل بدون داعي؟ بدون داعي، صحيح. اديني مبرر. النهارده اتكلم عن فلان، وكلها نجوم. نجوم بتتكلم عن نجوم ليه؟ بنجيب يعني جون في نفسنا، يعني احنا حرام عليكم مصر. صحيح. وبعدين لما تتكلم تمام، تتكلم عن واقع، تتكلم عن اللي انت بتعمله، يبقى ناديك هو اللي مسؤول عن هذا الكلام. لكن ما تعممش، مالكش دعوه بالمقاولين، مالكش دعوه بالاسماعيلي. ده احنا شهرتنا، ده احنا في افريقيا الناس كلها بتعلم بالمقاولين العرب. صحيح. لحد النهارده. صحيح صحيح. يعني ليه انا يا جماعه الجو الكروي بقى كل شويه نطلع واحد ونهد تاريخ واحد ونهد تاريخ الثاني؟ النهارده هدينا بصراحه جدا، هدينا تاريخ الكره المصريه كله. هي غلطه وكلنا غلطه، وكلنا وقفنا قصادها. اللي جواها يا كابتن. طب حاضر. علمنا الولاد الصغيره النهارده ان احنا غشاشين. مين يقول كده؟ لصالح مين؟ وبعدين لما الكابتن جاي يعتذر، للاسف قال كلام غير مبرر وليس له اي علاقه بالموضوعات اللي قاله. انا طبعا زعلان، لان انا بتكلم عن المقاولين وعن الاسماعيلي. لا، ولادنا تعبوا وشقيوا وكافحوا علشان يوصلوا لهذا الكلام. المحله كانت فرقه ملهاش حل في تاريخ ما خدت البطوله. صدقني انا لابد ان لازم يبقى في وقفه من الاعلام المصريين، لازم يتقال، او المسؤول عن الاعلام لازم ما نسمحش ابدا بهذا الاسلوب. لان احنا كل شويه، انا مش عايز اتكلم على ناس ثانيه، عمالين بنتكلم لعيبه ثانيه
بنتكلم عليها ليه؟ الله ليه ما نحافظش على بعض؟ انا سايب حضرتك تقول اللي نفسك فيه يعني يا شعيب، قلت لك سيبني قلت لي سيبنا فضفض، سبت سايبك تفضفض اهو. لا لا خالص، لا خالص، انا متوافق مع كل كلمه حضرتك قلتها، متوافق مع كل كلمه. ده تاريخنا وده اللي احنا معتزين بيه، ودي انديتنا ودي بلدنا وده المنتخب بتاعنا اللي لازم ناخد بالنا منه وناخد بالنا من كل كلمه بنقولها، لان احنا يعني عملنا تاريخنا بشقه وبتعب وبضنا زي ما بيتقال يعني، فما ينفعش ان احنا نفرط فيه حتى كمان ولو احنا يعني بنقول كلام وتراجعنا عنه. لازم نبقى واخدين بالنا انه العالم كله بيتابع وبيشوفنا وبيسمعنا، خاصه لما يبقى لينا قيمة كمان كبيرة كمان ممثلة في اسم الكابتن فاروق جعفر، يبقى واخد باله من كل كلمة. أنا متوافق معاك جدا جدا في كل كلمة حاجة تقولها. أيوه أنا لو اللي بيلمس مصر، لأن اشتركت حاربت عن مصر 73، اللي بيلمس مصر أنت لمست تاريخ القارة بتاعي. أنت إزاي بتتكلم عن 93 اللي كلنا فرحانين بيها؟ إزاي؟ وإحنا يعني لو إحنا ليه؟ ولو إحنا صالح مين؟ ولو احنا مسيطرين قوي كده يعني على الحكام ما كان زماننا كل شويه بنروح كاس عالم. ده احنا يعني غالبا انا عارف، ده احنا عمالين بنطلع من التصفيات يا كابتن. صحيح صحيح يا باشمهندس، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مهندس محمد عادل، المشرف العام على كره القدم بالمقاولين العرب، وكمان رايه كان مهم جدا في الجزئيه الاخيره اللي ليها علاقه بالتصريحات، لان نادي المقاولين العرب واحد من الانديه الكبيره جدا اللي ليها تاريخ وليها باع في افريقيا، يذكر فيشكر. هذا التاريخ، تاريخ المقاولين العرب مع الأندية طبعا المصرية الكبيرة المحترمة اللي احنا بنتكلم عنها باستمرار. اطمنا اهو من الدكتور محمد سلطان كمان، مهم قوي الكلام اللي قاله الدكتور محمد سلطان ده، خدوا بالكم عشان ده اللي هيأسس للجدول بتاعنا. خد بالك احنا جبنا معلومة مهمة، انه قبل كل ماتش من الماتشات ده اسمه البروتوكول الطبي بتاعنا، ده اسمه البروتوكول الطبي بتاعنا، قبل كل ماتش من الماتشات ب 48 ساعة تجرى أو سيتم سحب العينات، وبعدها ب 24 ساعة تظهر النتيجة. فيبقى أنت قبل الماتش ب 24 ساعة عارف الدنيا ماشية معاك إزاي، خلاص؟ واللاعب اللي بيتم إصابته بيتم عزله والدنيا بتستمر لحد إجراء المسحة اللي بعدها. ده بالنسبة للأندية المشاركة كلها في بطولة الدوري هيتم العمل بهذا الأمر وبهذا السيستم إنجاز التعبير. ناخد بالنا بس من الأعياد والفترة اللي جاية من العيد علشان خاطر ما تعملناش مشكلة. نروح لأخبار النادي الأهلي. سلبية المسحة الخامسة لجميع لاعبي الأهلي باستثناء حمدي فتحي. كل اللعيبة خلاص الأمور بالنسبة لهم في المسحة رقم خمسة سلبية. والله أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا كل ما يجي موضوع المساحات والنادي الاهلي اشوف قدامي جونيور اجايه بيصعب عليا بشكل غير طبيعي يا عيني. يعني اكتر لاعب في الدوري المصري كله تحس ان هم بيطعموه، عارفين التطعيم بتاع زمان ده اللي هو بيقعدوا كانوا بيجروا ورانا في المدرسه، جونيور اجايه يعني تحس ان هم كده مش قابل خالص موضوع المساحات ده. فاني كل ما اعمله مسحه بتخيل شكله هو عمال بيجري في الملعب وهم بيجروا وراه، وبتخيل كمان الموقف اللي له علاقه بانه عيني كل 48 ساعه هيعمل القصه ديت. طيب خلينا بقى ايه نقول لحضراتكم خبر مهم جدا. اللجنه الاولمبيه قالت في خطاب رسمي للاتحادات لا يوجد اجتماع للجمعيات العموميه قبل اعتماد التصنيف. اهو قدام حضراتكم على الشاشه. وبتاريخ 26 اهو 26/7/2020 قال لك ايه بقى؟ يسعدني ويشرفني، اصل الخطب يسعدني ويشرفني ان اهدي سيادتكم اطيب وارق التحيات. ركز بقى معايا بقى، لان هو ده بقى ايه اللي بيقول لك المرسوم اللي هيقول لك الدنيا ماشيه ازاي. فاللجنه الاولمبيه ده معناه انه مفيش جمعيه عموميه هتتعمل في اتحاد الكوره، خلاص مفيش جمعيه عموميه هتتعمل في اتحاد الكوره الا لما الدنيا كلها تخلص، لما الماتشات كلها تخلص. هي اللجنه الاولمبيه بتقول كده. فبتقول ايه؟ بعتت للاتحادات، الاتحاد تلقى نسخه اتحاد الكوره ماشي كده، قال لك ايه؟ يسعدني ويشرفني ان اهدي سيادتكم اطيب وارق تحيات وتقدير مجلس اداره اللجنه الاولمبيه وتحياتي الشخصيه، بالاشاره الى انتهاء الموسم الرياضي 2019/2020 وبدايه الفتره المنصوص عليها في الماده 16 من قانون الرياضه رقم 71 لسنه 2017،
والخاصة بالدعوة للجمعيات العمومية العادية للهيئات الرياضية خلال الأربع أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ما يستلزم الأمر ضرورة انتهاء الاتحادات من إعداد التصنيف لتحديد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للاتحاد، واعتماده مبدئيا من مجلس الإدارة وإرساله إلى اللجنة الأولمبية المصرية للاعتماد النهائي ونشره بمقر الاتحاد واستنفاذ المدة القانونية للطعن عليه في حالة رغبة أي من الهيئات في ذلك، تمهيدا لدعوة أعضاء الجمعية العمومية العادية للاتحادات الرياضية الذين أسفر التصنيف بإعطائهم حق التصويت في الجمعية العمومية العادية أعضاء عاملين بالجمعية طبقا للوائح والقوانين. لذا نرجو من سيادتكم إرسال التصنيف الخاص باتحاداتكم الموقر أو باتحادكم الموقر في حال انتهاء الموسم الرياضي الخاص بالاتحاد والأوراق الخاصة باحتساب النتائج، سجل نتائج البطولات يعني الماتشات كلها تبقى خلصانة، لاعتماد التصنيف بعد اعتماده المبدئي من مجلس إدارة الاتحاد. وفي حال عدم انتهاء الموسم الرياضي برجاء اختارنا بتاريخ انتهاء الموسم ليتسنى لنا متابعة تاريخ البدء بالتصنيف والإعداد لذلك مقدما، وذلك حتى تتمكنوا سيادتكم من دعوة الجمعية العمومية العادية للموسم الجديد. ده الموقف الرسمي من اللجنة الأولمبية المصرية في خطاب رسمي للاتحادات ومن ضمنها الاتحاد المصري لكرة القدم. يبقى انت بتتكلم كده على طبيعة المرحلة اللي جاية، التحركات هتبقى عاملة ازاي. التصنيف ده اللي انا اتفقت مع حضراتكم عليه، وانا مش عايز ادخلكم في الامور اللائحية قوي عشان بيبقى دمها تقيل انا عارف، بس من الاخر مش هتتعمل جمعية عمومية يعني لمناقشة اللوائح اللي هي اللائحة بتاعة النظام الاساسي للاتحاد الا لما الموسم يخلص. ده اللجنة الأولمبية بتقول كده. طيب انت النهاردة خلاص ايام وينتهي رسمي عمل اللجنة الخماسية. خد بالك انه لحد اللحظة دي لا في قرار لا بالتجميد او اسف لا في قرار بالتمديد ولا في قرار انه الناس دي خلاص خلصت فمشيت. فانت لحد النهاردة مش قادر تعرف او تقرأ الموقف النهائي. هو انت عندك معلومة، المعلومة بتقول انه مع نهاية الشهر 7 اللجنة بيتم انتهاء عملها، دي المعلومة اللي عندك خلاص، ده مصر كلها عارف، العالم كله عارف كده، فالمفروض نهاية شهر 7 اللجنة ما تبقاش موجودة. لكن بالموقف ده بتاع اللجنة الأولمبية واعتماد التصنيف فهو مش هيعرف يدعو الجمعية العمومية، فبطبيعة الحال الراجل عايز يتمدد له. لحد النهارده ما خرجش من، لانه اللي بيمدد هنا مين؟ اللجنه مش هتمدد لنفسها، اللي هيمدد للجنه هو الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، لانه الفيفا هو اللي معين اللجنه الخماسيه الحاليه. فلحد النهارده انت مش عارف هل اللجنه هينتهي عملها فعلا؟ طب هو ازاي هينتهي عملها وهي اصلا ما عملتش اللائحه؟ وهل هو هينتهي عملها وهي المفروض كمان ايام تدعو الجمعية عمومية؟ طب هي لو هيتمدلها قد ايه؟ هيتمدلها لحد ما الدوري ما يخلص والدوريات كلها النتائج كلها تخلص؟ طب امتى؟ على شهر كام؟ على 11؟ على نص 11؟ على نهاية السنة؟ طب هو لو نهاية السنة، ودي كلها علامات استفهام، طب هي لو نهاية السنة هيبقى فاضل على الانتخابات قد ايه؟ او فاضل على نهاية او على الدورة الاولمبية قد ايه؟ 5-6 شهور. طب هو مين المجلس اللي هيرضى يجي يقعد له 4 شهور ولا 5 شهور؟ طب هو مين اللي هيروح يدفع في الدعاية الانتخابية ويلف على الأندية ويلف لفة كبيرة يعني ويبقى موجود في المجلس وتتحسب عليه مدة لمدة 5 شهور؟ فالاتحاد هيفكر ازاي؟ الاتحاد الدولي هيمدد سنة فيخلص من القصة دي كلها، وده يتماشى مع الرغبة اللي موجودة داخل بعض أعضاء اللجنة الخماسية اللي عندهم رغبة في البقاء والتمديد، ولا ده مش هيتماشى مع ده؟ وممكن الاتحاد الدولي يقول لهم يا جماعة انتوا بتعملوا كده ليه؟ اعتمدوا باللائحة القديمة واشتغلوا على اللائحة القديمة. خد بالك اللي بقوله لك ده وارد، لأنه كله على المشاع، فوارد يتقال اشتغلوا على اللائحة القديمة، ده كان من ضمن المقترحات. طب هم لو اشتغلوا على اللائحة القديمة اللي فيها أكتر من 200 عضو من اعضاء الجمعيه العموميه، لو اشتغلوا على اللائحه القديمه، طب هم عملوا ايه؟ قعدوا السنه دي كلها وعملوا ايه في موضوع اللائحه؟
فهل هم التلات اربع شهور دول اللي تعطلوهم في الكورونا لو ما كانش فيه الوضع ده مش كانوا انجزوا اللايحة؟ يعني اقصد انه المواضيع او الموضوع فيه تفاصيل كتير قوي وفي علامات استفهام كتير قوي، واحنا برضو داخلين على كل سنة وحضراتكم عيد، وداخلين على اجازات، وداخلين على احنا مش عارفين هنعمل ايه. فحقيقة لما بقعد افكر في الموضوع مش يعني ما حدش هيوصل لنتيجة. اللي بتمناه انه نخلص، يعني اي ما يكون بقى نخلص، يعني اللجنة يتمدد لها سنة عشان الناس حتى لو هيتمدد لها سنة تبقى عارفة اللي وراها واللي قدامها والتزاماتها والدوري والحاجات دي. اللجنة عملت شغل كويس جدا، موضوع الفترة اللي فاتت اصرارها على الدوري واصرارها انه يبقى ده موجود وانه نكمل ونشتغل ويدعموا الناس ويساعدوا الناس، ده شيء يحترم. بس لازم هما كمان واحنا كمان حقنا والناس تبقى عارفة هو هيشتغل على انهي لايحة وهيتمدله ولا مش هيتمدله. تفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها محدش طبعا عارفها، وادينا بنسأل وادينا بنستفسر عليه. طيب روح للشناوي. الشناوي بتظلم على العقوبة، عقوبة إيقافه بسبب الزمالك المحامي الخاص بأحمد الشناوي حارس بيراميدز الحالي والزمالك السابق. تواجد النهاردة في مقر الاتحاد المصري، تظلم على قرار إيقافه بسبب شكوى نادي الزمالك. الزمالك بيطالب اللاعب برد 8 مليون جنيه، دول مقدم كان هو أخده للتجديد التعاقد، والاتحاد المصري كان أقر بده وقال إن اللاعب مطالب بسداد هذا المبلغ، وبرضه اتقال إنه من حق اللاعب إن هو يستأنف أو يتظلم على القرار. اللجنة زي ما بقول لحضراتكم شغالة في الموضوع ده، وهنشوف الأمور هتمشي إزاي. أروح ل عايزين فاصل ولا أنتوا عايزين نروح للفقرة الأوروبية؟ طيب نروح لتقرير، وبعد التقرير هنرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم لان عندنا تفاصيل كتير وعندنا حوار عبر سكايب كمان مهم جدا النهارده. تواصل فرق الدوري الممتاز استعداداتها الجادة من أجل استئناف المسابقة كما تحدد لها في 6 أغسطس المقبل من خلال خوض المباريات الودية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعزل اللاعبين المصابين، حيث أجرت كافة الأندية معسكرات قوية من أجل الاستعداد الجيد لاستئناف المسابقة والتي توقفت منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا. وعلى مدار الأيام الماضية أقيمت عدة مباريات ودية، حيث وصل الزمالك استعداداته القوية تحت قيادة مديره الفني باتريس كارتيرو تمهيدا للعودة القريبة. فخاض الفريق 3 وديات، أولها أمام سموحة وفاز فيها 5-1، ثم أمام بيراميدز وخسر بهدف دون مقابل، وأخيرا لعب الفارس الأبيض أمام وادي دجلة مباراة مقسمة على 3 أشواط ليفوز 4-0. وشهدت مباراة دجلة اعتماد كارتيرو على العديد من اللاعبين الناشئين، فحسم الصغار نتيجة المباراة حيث قص الناشئ حسام أشرف شريط الأهداف، ثم خطف المهاجم أسامة فيصل لاعب منتخب الشباب الأضواء بعدما سجل 3 أهداف. وإلى مصر للمقصة، حيث واصل الفريق الفيومي استعداداته تحت قيادة مدربه إيهاب جلال بالعديد من المباريات الودية، حيث خسر الفريق آخر مواجهته أمام الإسماعيلي 3-1. وخاض المقص عدة تجارب، حيث خسر من طلائع الجيش 2-0 وتعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما بجانب التعادل السلبي أمام نادي مصر. أما الإسماعيلي فقد ارتفع نسقه تدريجيا خلال المباريات الودية بعدما فاز على مصر للمقصة، حيث خاض الدراويش من قبل تجربتين فتعادل أمام أسوان بهدف لمثله وخسر أمام نادي مصر بهدف دون مقابل. بينما استطاع لاعب الأهلي أن يقدموا عرضا مميزا خلال المباراة الودية التي خاضها المارد الأحمر أمام سموحة والتي فاز فيها 4 أهداف دون مقابل. وشهدت تألقا كبيرا لأكثر من لاعب وعلى رأسهم محمود كهربا ومروان محسن بالإضافة إلى أحمد الشيخ.
ويواصل الأهلي استعداداته المكثفة لعودة الدوري تحت قيادة فايلر بمواجهة ودية أخرى أمام الجونة لتجهيز اللاعبين على النحو الأمثل قبل عودة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا. تجارب قوية واستعدادات حماسية من قبل الأندية واللاعبين لعودة الدوري من جديد بعدما توقف ما يزيد عن 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا. طيب لسه مستمرين مع حضراتكم، هنروح لفاصل وبعد الفاصل حوار مهم جدا هيعجبكم عبر سكايب، خليكم معنا في جمهور التالتة. كابتن أمين الشرميتي واحد من نجوم كرة القدم التونسية، على فكرة 32 سنة كابتن أمين، بدأ مبكرا جدا جدا مع كرة القدم، عنده سيرة ذاتية كبيرة جدا ومحترمة، واحد من نجوم النجم الساحلي من 2005 ل 2006 كان في شبيبة الرياضية القيروانية التونسي، من 6 ل 8 2006 2008 النجم الساحلي التونسي، هيرتا برلين من 2008 ل 2010 هيرتا برلين الالماني اكيد، من 2009 ل 2010 على سبيل الاعاره كان في الاتحاد السعودي، ومن 2010 ل 2015 في زيورخ السويسري، ومن بعديها جازليك اجاسيو الفرنسي من 2015 ل 16، ومن 16 ل 17 العربي الكويتي، ومن 17 ل 19 عاد مره اخرى الى النجم الساحلي، و تجربة احترافية أيضا في السعودية، وأخيرا هو الآن في مومباي سيتي الهندي من 2019. تاريخه ومسيرته مع الأندية، لعب 329 مباراة، سجل 94 هدف وصنع 36 هدف، ومسيرته مع المنتخب التونسي حافلة، رجل لعب مع المنتخب التونسي حتى الآن 39 مباراة، سجل في 6 وصنع في 4 لقاءات، وله من البطولات مع النجم الساحلي دوري أبطال إفريقيا 2007 على حساب النادي الأهلي، تعادل ذهابا في تونس وفاز النجم على الأهلي 3-1 وسجل الشرميتي في الهدف الثاني. أيضا له من البطولات مع النجم السوبر الإفريقي في 2008 والدوري التونسي في 2007، ومع زيورخ أيضا سجل أو أحرز الكاس، كاس سويسرا في 2014 ومرة أخرى في 2016. خلونا نرحب بالكابتن أمين الشرميتي. كابتن أمين أهلا وسهلا بيك ومساء الفل، وسعداء جدا بوجودك معانا، واحد من النجوم اللي بنقدرهم ونعتز بيهم جدا. حبيبي كابتن إبراهيم، شكرا على الاستضافة، شرف لي أن يكون ضيف عندكم اليوم على الشاشة المصرية، وإن شاء الله يكون خفيف الظل، يكون حوار شيق ليقدم الإضافة للمشاهدين إن شاء الله. جدا جدا، خليني أسألك في البداية، ما سر الجولة الاحترافية الأخيرة في الهند؟ جات منين؟ والدوري الهندي شايفه إزاي من وجهة نظرك وأنت خضت تجارب احترافية كثيرة جدا؟ والله خليني أقول لك أول شيء، ممكن التجربة كانت غريبة من الأول لما تم يعني المدرب جورجي كوستا هو مدرب برتغالي، عنده تجارب كبيرة خاصة إنه فايز بالكأس الأوروبية تشامبيونز ليج، وفايز بدوري أوروبا لما كان منظم فريق السبورتي، اتصل بي مباشرة وعرض علي إني أذهب بالفريق معاه عشان يدور يعني على خصال لاعب ممكن شافهم في الهند. من اول كنت متخوف اني التحق يعني بالدوري الهندي، خاصه من اول شيء كبعد يعني بعيد كثير على تونس وعلى العائله، ثاني شيء انه يعني ما عندنا احنا يعني صوره ولا ما نتابع الدوري الهندي. ارسل لي يعني بعض المعلومات، شفت اللاعبين اللي مروا بالنادي، لاعبين كبار زي جيجي فورلان وانيتا، ويعني ابسط لي الامور، خلاني اتشجع والتحق بالنادي وقت المباراة. والحقيقه يعني لما رحت انبهرت يعني بالمستوى والتنظيم والاحترافيه، وهذا يخلي انه متاكد انه الكره الاسيويه خاصه يعني
زي يعني الهند، بعدين يحاولون يطورون انه يعطيهم صوره يعني ايجابيه، يحاولون يطورون من رياضتهم الكوره، خاصه انه مثلا الرياضه الاولى المشهوره في الهند هي لعبه الكريكت. والحين احنا يعني حتى السنه هذه يعني جروب مانشستر سيتي اللي هو يعني كاسب نادي مانشستر سيتي اشترى النادي، يبغون يعني ياخذوا يعني يقدمون بالنادي ياخذ يعني بعد ثاني. طيب خليني اسالك بقى، مع التجارب الاحترافيه الكثيره، تجربتك مع النجم الساحلي اعتقد تعد هي الابرز، كيف تقيمها من وجهه نظرك يا كابتن امين؟ والله هي ممكن كانت البوابه لي، خاصه انه كنت العب في نادي يعني معروف كثير، يعني نادي يطلع عديد المواهب الكرويه، والمواهب هذه تم الانتقال بتاعها للانديه الكبار. التحقت يعني بالنجم الرجل الساحلي، فريق كبير، كان اي لاعب يعني تونسي يتمنى انه ينضم للفريق هذا، ما كانتش سهله بالنسبه لي، خاصه انه كانت يعني كنت صغير في السن، وكان يعني منافسه كبيره، وكان في يعني لاعبين كبار يعني عندهم اسامي كبيره في الكره التونسيه اللي في سن 17 و18 انك بتجيب النفق بتاعهم في نادي كبير زي نجم الرجل الساحلي، تلعب على الالقاب يعني مطالب انك تقدم الاضافه، وانك تاكد للناس جدارتك بانك تقمص زي الفريق. والحمد لله يعني ما كانتش سهله، لكن هذا توفيق من عند الله، الانسان يعني امن بقدراته واشتغل على نفسه. كان توفيق من عند الله. صحيح كابتن امين، خليني اسالك بقى، ذكرياتك مع دوري ابطال افريقيا 2007 والنهائي التاريخي امام النادي الاهلي، المباراه دي مباراه جدليه، يمكن شهدت طرد مدافع الاهلي الكابتن عماد النحاس، ولاعيبه النادي الاهلي كان ليهم مطالبات بضربات جزاء، وفي كلام لحد النهارده في مصر على الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون. طيب شفت اللقاء ده ازاي من وجهه نظرك، وبامانه هل الاهلي ظلم في هذا اللقاء ام لا؟ والله خليني اقول لك، احنا ممكن مباراه الذهاب اللي سويناها في تونس بنتيجه 0-0، بالنسبه لنا احنا في الفريق في الفتره هذيك ما كناش يعني مامنين انه باش نروح لمصر ونرجع بالكاس، خاصه انه نحب ولا نكره يعني فريق الاهلي في الفتره هذيك هو فريق القرن، يعني احسن نادي في افريقيا، كان متربع على عرش افريقيا، كان يضم عديد اللاعبين اللي خلوا بصمتهم في الكره المصريه، وعندهم يعني لاعبين محترفين، عندهم يعني امكانيات كثيره برشا. كنا رايحين يعني احنا نعرف انه في مصر يعني صعب انك تفوز على الاهلي خاصه قدام جمهوره وعلى ارضيه الملعب بتاعه. في الفتره ضد هذيك كان ممكن خلينا نقول لك يعني احنا رايحين لمصر راح نأدي واجبنا، نحاول انه يعني تكون ممكن اخف الاضرار، لكن تعرف انه حقيقه الميدان حقيقه ثانيه، ممكن الضغط الكبير اللي تسلط على النادي الاهلي. أيوة. واحنا كنا يعني مرتاحين اكثر نفسانيا، خاصه انه النادي يعني ما فاز بالكاس هذه ولا ما ولا نادي تونسي فاز بالكاس هذه لمده يعني مده طويله. خلينا انه ممكن احنا يعني كنا مرتاحين نفسانيا، لعبنا الكره للكوره، حاولنا انه نعيش يعني مباراة يعني كلاعبين احنا صغار، يعني اول تجربة لنا مع الفريق الاول اللي في النجم الرياضي الساحلي، نجد انفسنا يعني نلعب نهائي قدام 80,000 متفرج ل 100,000 متفرج قدام فريق نادي القرن، كانت فرصة للاعبين الكل انه بس تظهر امكانياتها، وكان ممكن خلينا نقول لك نتيجة غير مصادرة، لكن هذيك احسن من الكورة. اللقاء ده شفته ازاي؟ انت يمكن رصدت يمكن امور كتيره جدا جدا، وتحدثت عن امكانيات وقدرات النادي الاهلي في مقابل النجم الساحلي اللي بالمناسبه هو واحد من الفرق ايضا المحترمه والفرق الكبيره. ده يخليني اسالك، اللقاء ده تحديدا هل شعرت، ودي بوجهه نظر حياديه، ان النادي الاهلي ظلم في هذا اللقاء تحكيميا ام لا؟ والله اقول لك اي شيء يعني صعب انك تتكلم على ظلم يعني في خاصه احنا نعرف يعني كواليس في افريقيا. ايوه في الفتره هذيك يعني النادي الاهلي ما تقدر انك يعني ما تجامل النادي الاهلي في مصر،
لكن احنا كرويا انت تعرف احنا نقوله في ممكن في التونس نقوله اذا تبغى تقوي تسجل الهدف والحكم ما يسحب لك الهدف، يعني الهدف يكون قانوني ما يسحب لك الهدف. احنا خلينا اقول لك ممكن فتره الشك اللي هو ممكن الهدف الاول هو اللي خلانا يعني يرتبك فريق الاهلي ويدخل في داخلهم الشك. بعدين لما سجل النادي الاهلي هدف التعادل خلينا اقول لك يعني نفسيا كنت اتصور انه راح نخسر المباراه، لانه النادي الاهلي في الفتره هذيك لما سجل 1-1 هدف التعادل كان ضغط كبير. كمان الجمهور كان مساند النادي ومساند اللاعبين. واحنا يعني الحاجه الايجابيه بالنسبه لنا احنا اننا مطبقين الضغط في النادي الاهلي وما فقدنا اعصابنا وكنا نجري في المباراه كما يلزم. انت تعرف يعني لازم تكون في يعني بعض الخبره وبعض الحب في الكوره اللي يخليك انك يعني احنا نقولوا تكسر الريتم في المباراه عشان ما تخلي الضغط هذا اللي يقوم به النادي الاهلي يكون ايجابي وينتج عنه يعني تسجيل اهداف. صحيح. كابتن امين خليني اقول لك نقطه مهمه، يعني انت واحد من اللعيبه اللي دايما الانديه المصريه والجمهور المصري كان بيشوفهم اللعيبه المميزين جدا في تونس، لدرجه ان احنا سمعنا تقارير صحفيه كتير انه امين الشرميتي يعني قدم او سيكون لاعبا في النادي الاهلي او هناك مفاوضات من قبل نادي الزمالك مع امين الشرميتي. انت معانا على الهواء مباشره وبعد سنوات كبيره، قول لنا الحقيقه بقى، هل فعلا حصل مفاوضات ما بينك وما بين النادي الاهلي المصري او الزمالك؟ والله خليني اقول لك يعني اول حاجه شرف لاي لاعب انه يتقمص فريق النادي الاهلي ولا الزمالك. وشوف يعني الحين احنا الحاجه الحلوه انه نشوف يعني علي معلول وفرجاني في الاداء اللي يقوم بيهم يعني ينوروا اللاعبين التونسيين. صحيح. يخليهم يفتحون الابواب للاعبين اللي راح يجون بعدين ان شاء الله. بالنسبه لي انا في الفتره هذيك كان رئيس النادي يعني هو اللي بيدي زمام الامور. لكن وفن كانت المبالغ الكبيره اللي كان يريدها يعني رئيس النادي اللي خلتني ممكن اروح اتعرق العديد من الصفقات خليني اروح لاوروبا. كان رغبتك انك تروح النادي الاهلي او كان في بس الاول اسال السؤال صح، هل كان في مفاوضات اصلا حصلت ما بين النادي الاهلي وما بينك ولا لا؟ خليني اقول لك في امور كواليس رياضيه، بس انا يعني النادي الحين لما اروح لمصر ولا اي مصريين خاصه الزمالكاويه يحبوني كثير يقولوا لي دائما ذكرنا ب 2007. تعرف يعني هذه يعني عادات الجماهير يعني ما يبغون الانديه المنافسه يعني تفوز بالكؤوس. بالنسبه لي انا يقعد ديما احترام كبير للنادي الاهلي، وكان في بعض المفاوضات لكن ما تقدمت في ظروف ماديه اللي يعني طلبت المجمل التحكيم، بس هذا ما يعني انه دائما يقعد احترام كبير للنادي الاهلي وشرف كما قلت لاي لاعب انه يتقمص ولا يشتغل بالنادي الاهلي. صحيح. طيب خليني اروح بقى لجزئيه كمان من الجزئيات المهمه. في 2015 اتقال انك قريب برضو من الزمالك، هل حصل ولا ما حصلش؟ والله اتصلوا بي يعني بعض المسؤولين في الزمالك. واحنا تعرف في الفتره هذيك يعني الحين يعني صار الدوري المصري اكثر يعني مشاهده بالنسبه للتونسيين، خاصه انه في العديد من التونسيين يشتركون في الدوري المصري. صحيح. احنا بالنسبه لنا احنا كعقليه يعني تعرف احنا التوانسه يعني دائما يريدون اللاعب التونسي يروح لاوروبا عشان يقدم الاضافه، خاصه ان كان في منافسه جديده في المنتخب، يريدون دائما انه اللاعب التونسي يروح لاوروبا. هذاك اللي خلاني دائما ابجل اني اكون في اوروبا، وانت تعرف يعني العقليه الاحترافيه في اوروبا غير على احنا يعني العرب. طيب بسالك بقى في جزئيه كمان من الجزئيات المهمه يا كابتن امين، وهي لها علاقه بادائك مع المنتخب التونسي، كيف تقيمها من وجهه نظرك؟ وهل امين الشرميتي كان لديه الكثير كان من الممكن ان يقدمه للمنتخب التونسي ولا لا؟ انت تعرف يعني اي لاعب ما يكون راضي على الاداء بتاعه 100% دائما انه يكون طموح انه يقدم ما احسن، بس تعرف انت في الكوره يعني اختيارات مدرب ولا اختيارات يعني فنيه، اللاعب المحترف لازم يحترم الاختيارات هذه. وبالنسبه للمنتخب يعني يعني اي لاعب يتمنى خاصه انه يرفع الرايه الوطنيه، اي لاعب انه يكون له الشرف انه يكون في المجموعه، في الاخير دائما الانسان انه كما قلت يكون غير راضي في الاخر، انه يتمنى انه يقدم ما اخير
لكن في الاخير الواحد يقول الحمد لله انه كان له امتنحت له الفرصه انه تقمص ازاي يعني لعبت في البطولات الافريقيه وتظاهرات كبيره وان شاء الله نكون دائما خلينا الانطباع الايجابي سواء على اللاعب التونسي ولا حتى على اللاعب التأمين في الميزة. صحيح. مين افضل لاعب تونسي من وجهه نظرك في الدوري المصري؟ فرجاني ساسي ولا علي معلول ولا فخر الدين بن يوسف والثلاثه بيلعبوا في الزمالك والاهلي والاسماعيلي؟ يعني كلهم بحترمهم كثير، كلهم اخواتي ولعبت معهم كثير في المنتخب ولعبت ضدهم لما كانوا في تونس. كل واحد عنده الخصال بتاعه. علي معلول لاعب يعني ما شاء الله، يعني ظهير ايسر بس هداف وقدم الاضافه كبيره ويعتبر من العناصر الاساسيين المهمين في تشكيله النادي الاهلي. هذا ما له الا شرف للكره التونسيه. بالنسبه لفرجاني ساسي ما شاء الله يعني قاعد ياكد كل موسم انه ركيزه من ركائز ودينامو فريق الزمالك، خاصه ممكن اليوم شفنا حتى الاسيست المسويه والاضافه اللي قدمها في المباراه. بالنسبه لفخر الدين بن يوسف لاعب عنده سرعه وعنده امكانيات كبيره، قادر انه بس يسوي فارق في اي لحظه وعنده حس تهديفي. ان شاء الله يرجع للفورمه نتاعه، خاصه انه يعني الاصابه اللي مر بها والفتره الطويله اللي مر بها خاصه في الدوري السعودي، ان شاء الله قاعد يرجع ويلقى التالق نتاعه ويأكد يعني جدارته في البطوله المصريه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا كابتن امين انا سعيد جدا جدا بالحوار ده، وسعيد ان انا شفتك بشكل شخصي لان انا بحترمك جدا واقدرك كواحد من اللاعبين الموهوبين المميزين جدا الحقيقه في الكره العربيه والكره التونسيه. الله يخليك، هذا شرف لي. نحب نشكرك على الاستضافه، نحب نشكر كمان اخونا حامد وجدي على المجهود اللي قام به عشان نسوي حوار الشيق هذا. ان شاء الله دائما في تالق، وان شاء الله عيدكم مبارك على الشعب المصري. ان شاء الله ربي يحمي الشعوب العربيه ونشوفكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن امين الشرميطي، واحد من المهاجمين المميزين جدا في كرة القدم التونسية، نجم المنتخب التونسي والنجم الساحلي ومجموعة من الفرق الكبيرة اللي لعب ليها كابتن أمين، وما زال حتى الآن لاعبا في الدوري الهندي. على فكرة عايز أقول لكم على حاجة، الدوري الهندي يمكن احنا مش متابعين، يمكن احنا مش يعني هو حتى كمان قال لك احنا مش متعودين أصلا على الدوري الهندي، بس الفرقة ديت لعب فيها دييجو فورلان ولعب فيها كمان انيلكا، يعني اسماء هو زي ما بقول لحضرتك اسماء كبيره جدا جدا، وليمبرج كمان لعب في الفرقه ديت. فادينا بنشوف دوريات كتيره ودوريات مختلفه، وانا الحقيقه نفسي في يوم من الايام يبقى عندنا برضو هذه الحاله من حالات الاستقطاب للنجوم. احنا مبسوطين جدا كمان ان احنا الدوري المصري بقى فيه لعيبه كمان الكواليتي بتاعها عالي وبقى فيه لعيبه مميزه، وطمعانين كمان في اكتر من كده، وطمعانين نشوف لعيبه كمان اكتر من كده والكواليتي بتاعهم اكتر من كده كمان في الدوري المصري. بعد الفاصل السريع العالمي اللي جاي ده خلونا نتكلم شويه في اخبار عالميه واوروبيه، خليكم معنا. طيب مستمرين لسه معاكم في فقرتنا الأوروبية والكالتشو ميركاتو، واحد من المواقع الإيطالية المهمة قال لك إن أودونيزي بيتحرك لضم رمضان صبحي من نادي الإنجليزي. موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي قال ده النهاردة في خبر مهم جدا، قال إنه رمضان على رادار أودونيزي الإيطالي من أجل التعاقد معاه في الموسم المقبل. قال الموقع قال الخبر ده، قال كمان رغم انه النادي الايطالي اللي هو ختم الدوري في المركز ال 13 لسه لم يتقدم حتى الان بعرض رسمي لضم رمضان من هيدرسفيلد، وقال انه بيدرسوا التحرك في الوقت اللي التقرير فيه قال انه النادي الانجليزي بيرحب فقط ببيع رمضان صبحي وليس اعارته، وحط سعر مبدئي يصل الى 7 مليون يورو لكنه قد يقبل بعروض اقل اللي هي ممكن توصل لخمسة او ستة مليون يورو بحسب الاخبار اللي جاية من اوروبا. برضو الرقم اللي بيتكلموا فيه هو رقم كبير جدا جدا، معرفش هل النادي الاهلي هيبقى عنده القدرة على انه، ودي زاوية تانية من الخبر، هل النادي الاهلي هيبقى عنده القدرة على انه يدفع الرقم ده
واذا كانت الكالتشو ميركاتو بيتكلم في الجزئيه اللي لها علاقه ب 7 مليون يورو، فلو نزل الرقم هينزل لكام ويقدر النادي الاهلي يدفع كام؟ رقم كبير جدا. هل النادي الاهلي لما طلع رمضان كان متخيل ان هو هيرجع يشتريه بالرقم ده؟ طب هو الانهي الافضل لمصلحه اللاعب والافضل لمصلحه النادي الاهلي؟ تفاصيل كتيره جدا جدا ما حدش هيعرف يجاوب عليها الا الايام اللي جايه، والا التفاصيل او الامور الماديه اللي هنشوف هتمشي ازاي سواء ما بين النادي الانجليزي وبين النادي الاهلي او النادي الانجليزي واي عروض تانية. خد بالك انه التقرير ده ما قالش انه لحد اللحظه دي لسه ما حصلش وتقدم عرض رسمي للنادي الانجليزي. اولمبياكوس اليوناني بيستهدف ضم وليد ازارو اذا لم يتمكن من الابقاء على احمد حسن كوكا، لانه في تقارير كمان قالت الكلام ده، لانه براجا ده النادي اللي بيلعب له اصلا احمد حسن كوكا بحسب ما بيتكلموا في اليونان. ممكن يكون عندهم رغبة كبيرة جدا في استعادة لعبهم مرة اخرى، وبالتالي ما يكونش موجود مع اولمبياكوس اليوناني، ومن ثم ينتقل وليد ازارو لاعب الاهلي اللي ما كانش موجود في الاتفاق واللي منع من ان هو يبرم اي تعاقدات مستقبلية مع اي نادي سعودي. هل من الممكن هو اللي يبقى موجود مكان احمد حسن كوكا، ولا احمد حسن كوكا براجا هيسيبه لاولمبياكوس؟ برضو كلها عناوين كتيرة جدا جدا، وخلاص الدوريات اختتمت كلها. وطالما احنا بنتكلم انه الدوريات اختتمت كلها، يبقى دي الفترة بتاعت الاخبار اللي من النوعية ديت، اخبار الانتقالات. 50 مليون يورو دي عائدات متوقعة للبرتغال من نهايات دوري الابطال بحسب ما التفاصيل المادية يعني بيتم الاعلان عنها. قالك من المتوقع انه المرحلة ديت، المرحلة اللي هي بتاعت ثمن نهائي او دوري الابطال اللي هتقام في لشبونة في الفترة من 12 لحد 23 اغسطس في العاصمة البرتغالية، من المتوقع ان هي تدر 50 مليون يورو تقريبا طبقا للدراسة اللي اجراها المعهد البرتغالي للادارة والتسويق. يعني ما فيش حاجة متروكة حتى كمان للصدفة، كله بالدراسات. معهد قال ان نص المبلغ ده اللي هو 49% تقريبا هينفق في المطاعم، 13% على بند الإقامة، 9% على الرحلات، و5% على الأنشطة السياحية. آخر خبر عندي انه يورجن كلوب بيحصد جائزة مدرب العام من رابطة المدربين في الدوري الإنجليزي، واستحقها تماما بكل ما تحمله الكلمة من معنى. توج هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، ومن قبل توج بدوري أبطال أوروبا، وهذا الموسم هو يعد الموسم الأفضل لليفربول، وكان بالإمكان كمان أنه يختتم بشكل أفضل من كده. هروح بقى لفاصل، وبعد الفاصل هستقبل ضيوفي نجومنا اللي مشرفينا ومنورنا تامر بدوي وأحمد عز علشان نتكلم معاهم في كل الدوريات الأوروبية اللي انتهت واللي خلصت على خير، ونشوف فترة الانتقالات دي ايه التفكير هيبقى عامل ازاي، والفترة اللي جاية هتبقى عاملة ازاي. تقرير، ومن بعد التقرير فاصل. جدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني، وهو الجزء التحليلي الفني المنتظر كل اثنين. اثنين بقى طبعا خدوا بالكم ايه، كل واحد فيهم منتفخ الاوداج. ليه؟ واحد واخد الدوري الالماني، بص ضحكته عامله ازاي، والتاني واخد الدوري الاسباني، بص ضحكته عامله ازاي. بص مره بتشيرت ومره بكرافطه، حاجه بقى ما فيش بعد كده. وتلاقيني انا بقى ايه، تلاقيني انا ايه غطسان في الكرسي، ما غلبان يا عيني، لا اخدنا حاجه ولا هناخد حاجه. خلوني ارحب بالابطال، والله العظيم ابطال. منور يا كابتن تامر. حبيبي يا هيما، اخبارك ايه؟ بس انت جيت النهارده حلقه الراديو لابس برشلونه برضو معاهم على الحلوه والمره، ما عشان في المستخبي يعني الراديو ما يعني ما حدش هيشوف، اسمع بس يعني. يا كابتن عز اهلا وسهلا بيكم، منور الدنيا. مش حلوه، مش طالعه حلوه، مش طالعه. من احمد اهلا وسهلا بيك، منور الدنيا، سعداء جدا بوجودك معانا، منورنا، فخر الصناعه المصريه كده. حلو، ربنا يخليك حبيبي. منور يا هيما، مبسوط طبعا ان انا مع تامر. الراجل رايح على الثلاثيه، رايح على الثلاثيه، رايح على الثلاثيه، وهيدوس على رقبة الكل. ما انا بحاول اغلوش على ريال مدريد اليومين دول. شفت التصالح مع النفس؟ شيرت لك البتاع وعملت لك ريتويت على تويتر، وشفت
انت شفت؟ لو كل جمهور برشلونه زيك شفت التصالح يا اخي، لو كل جمهور برشلونه جميل زيك شفتني وانا جايب شعري على جنب وسلم كده من اول خناقه وقال اه ويستحق وزيدان مدرب كبير، قال كل حاجه. الجمهور برشلونه يا اخي حتى لما مش عايزين مش يقولوها مسلم ما بيتكلموش، فاهم يعني؟ انا مش مسلم، انا بدي لك حقك عشان لما يجي الوقت واخد حقي انت كمان هيبقى عندك الواجب اللي ترضهولي. دي بقى الميزه ببرشلونه لما بيكسب ما بيخليش فرصه لحد يديله حق، يعني ساعتها مش هتستنى مني كلمه، انت هتكسبني 5 هتكسبني 4 من غير ميسي، هتكسبني 6، فاهم يعني؟ يعني الفوز بتاعك لا في كرابيج غير خالص. انا حاسبها للبايرن السنه دي. والله انا ما بخافش من ده. ماتش نابولي انا نفسي انتوا الاثنين كده تعملوا مع بعض حلقه للتاريخ قبل ماتش بايرن. لا لا هنغلب من نابولي ان شاء الله باذن الله، عشان ما نقابلش البايرن ان شاء الله. بدري. طيب خلينا نشوف مع حضراتكم تقرير عن الدوري الانجليزي، والنهارده هنتكلم بقى في الدوري الانجليزي وتفاصيل مهمه كل الدوريات طبعا اكيد الاوروبيه اللي انتهت كلها الحمد لله، لكنه من بعد كمان انتهاء الدوريات ديت هيتفتح لنا باب كبير جدا، هو باب الانتقالات، وهنتكلم بقى بالتفاصيل عن نجومنا المصريين ظروفهم هتبقى عامله ازاي، وعندنا وقفات تحليليه كمان مهمه. الاول نشوف التقرير ومن بعد التقرير نبتدي كلامنا الفني، يلا بينا. أصدر الستار أخيرا عن الدوري الإنجليزي في أحد المواسم الاستثنائية بسبب توقفه لفترة طويلة نظرا لتفشي وباء فيروس كورونا، ولكن استطاعت رابطة الدوري أن تعود بالمسابقة وتنهيها دون وقوع أي أزمات. ورفع ليفربول كأس الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما بعدما تصدر الريدز جدول ترتيب المسابقة برصيد 99 نقطة، ليكون إنجازا غير مسبوق للنجم المصري محمد صلاح الذي ساهم في تتويج ليفربول بالدوري ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. حددت الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي ملامح الترتيب والمتأهلين للبطولات الأوروبية، حيث استطاع أن يصعد لدوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة كل من ليفربول ومانشستر سيتي صاحب الوصافة، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي أصحاب المركزين الثالث والرابع على الترتيب. كما سيشارك فريق ليستر سيتي وتوتنهام في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعدما احتل المركزين الخامس والسادس. وفي صراع البقاء استطاع فريق أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجي وأحمد المحمدي أن يظل بين الكبار في الموسم المقبل بعدما كان مهددا بالهبوط. فتعادله أمام وستهام في الجولة الأخيرة مع خسارة واتفورد من أرسنال 3-2 سهل بقاء الفيلانس بالبريمير ليج. هذا وقد حسم المهاجم المخضرم جيمي فاردي لقب الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي لصالحه بعدما تصدر قائمة الهدافين برصيد 23 هدفا ليكسر هيمنة محمد صلاح على اللقب والذي توج به العامين الماضيين. ومع انتهاء هذا الموسم من البريمير ليج أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز موعد انطلاق الموسم الجديد، حيث سيكون يوم 12 من سبتمبر المقبل على أن تكون الجولة الأخيرة من المسابقة في 23 من مايو من العام المقبل. وحددت إنجلترا موعد سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يبدأ في 27 من يوليو على أن ينتهي في 5 من أكتوبر، وهو ما يعرف بالسوق الدولي، على أن يكون هناك بعدها سوق انتقالات داخلي وسيمتد إلى 16 من أكتوبر. انتهت إثارة الدوري الإنجليزي، ولكن يتبقى نهائي كأس الاتحاد الذي سيلتقي فيه تشيلسي مع أرسنال على ملعب ويمبلي ليكون خير ختام لهذا الموسم الشاق. عز مبروك لتريزيجيه للمحمدي طبعا. سيزون مهم قوي لتريزيجيه. ليه مهم قوي لتريزيجيه؟ لان ده السيزون غير ان هو بيتعرف على الدوري الانجليزي، هو كمان اللعيبه بتاعت استون فيلا المدرب بتاع استون فيلا بيتعرفوا على امكانياته. فتحس ان تريزيجيه في الموسم ده كان مهم قوي بالنسبه لي ان هو ياخد 3 4 ماتشات ورا بعض اساسي يثبت فيهم حاجه يخليه السنه الجايه اساسي. لما يكون السنه الجايه اساسي هتحس فرق كبير جدا في ثقه اللعيبه فيه، لان في النهايه ده لعيب جناح. اللعيب الكوره دايما وهو في رجله الكوره كده لما بيشوف الجناحات فاتحه بيبتدي يقيم. وهديك مثلا جريزمان ليونيل ميسي الاثنين بيحبوا يتحركوا للعمق. لما الاثنين بيبقوا اوبشنز متاحه للتمرير 70% من الباصات بتروح لمين؟ طبعا ميسي. هي دي الفكره.
الفرقه كلها السنه دي كانت ملمومه حوالين جريليش بس ما كانش فيه لسه ثقه في بقيه اللعيبه التانية في الملعب. اول ما المكنه بتدور، اول ما اللعيبه بتبتدي تثق في انك لما هندي لك الكوره هتتصرف بيها صح، هتجيب بيها جون، هتعمل بيها فارق لفرقتنا، مش هتترد علينا بهجمه مرتده، هتبتدي الدنيا تروح معاه لليفلز ثانيه خالص. هيبتدي يكون عنصر مهم جدا في فرقته صح. ولما يبقى السنه دي بقى اساسي، السنه الجايه بقى عنصر مهم جدا في فرقته، السنه اللي بعدها يقدر يبتدي يورينا احسن كره ممكنه للاعب مصري في الدوري الانجليزي. قصه جديده اكيد جميله جدا. تريزيجيه هيكمل مع استون فيلا ولا لا؟ اعتقد كده هيكمل. يعني في البدايه ابراهيم بكمل على كلام عز اللي انا موافقه فيه، كان اختبار حقيقي لتريزيجيه، وانا كنت بصراحه على المستوى الشخصي كنت خايف. ليه؟ لان كان قدامنا كذا تجربه تقلق، اللي هي ايه؟ مثلا صلاح من بازل، الدوري السويسري كمان لانجلترا، ما كانش موسم جيد ليه مع تشيلسي. رمضان صبحي من الدوري المصري لانجلترا، اقوى دوري في العالم، يعني من الدار للنار. ايوه. برضو ما كانتش تجربه مفيده او ما كانتش ناجحه، مش هنضحك على بعض. فانا كنت خايف على تريزيجيه ان النقله تكون، يعني مثلا لما تيجي تقول لي من الدوري التركي، دوري فرنسي او دوري الماني ماشي، بعد كده الثلاثه الكبار قوي اللي هو بقى الانجليزي او الاسباني او الايطالي، اقول لك ماشي، يبقى هو كده تدرج، التدرج اللي يطمنك شويه. لكن يقوم واخدها مره واحده من الدوري التركي على الدوري الانجليزي، دي تقلقك شويه، تقلقني في حاجات كتيره قوي. فرقه كانت قليله برضو قاسم باشا، لسه قليله يعني، تقلقك لانها داخل على فرقه مش هتساعده هيما كمان، يعني داخل على فرقه صاعده من السكند ديفيجن او الدرجه الثانيه، تشامبيونشيب. مظبوط. فداخل على فرقه صاعده، يعني هو محتاج الفرقه اللي، يعني مثلا محمد صلاح كان رايح على تشيلسي، الاسم لوحده ساندو، تشيلسي ومورينيو بالظبط، رايح مع مورينيو، يعني بطل العالم. لو انت عليك ضغط كابراهيم، هو هيتصدر لك وهيحول الضغط هيصدر الضغط للي كان بيحاول يضغط عليك. فهو رايح مع ناس مش هيساعدوه. ومع ذلك في البدايات هتكلم على الفترة اللي قبل كورونا، لا كان تعظيم سلام لتريزيجيه ابراهيم، لاني ما حسيتش ان الدوري سريع عليه، لا الراجل رتمه ماشي مع رتم الدوري الانجليزي، الراجل بدنيا واقف على رجله، الراجل بيأدي بالادوار الدفاعية والهجومية على اعلى مستوى، 90 دقيقة بيأدي. حتى النقطة اللي كنا دايما بناخدها عليه ودايما الاعلام كان بيطلبوا بيها، حسن يا تريزيجيه عندك حتة الفينش، لازم تتعود تلعب على الجول، لازم لما تجيلك فرصة انك تسجل سجل. وحتى ده اللي كنا بنعيب عليه، يعني مثلا تريزيجيه مع منتخب مصر يا هيما في التصفيات بتاعة كاس العالم اخد لك بعتبر اهم ضربتين جزاء قدام غانا، برافو عليك، والضربه والكونغو اللي وصلتك لنهائي كاس العالم. أيوة. خد لك ضربتين جزاء في منتهى الاهميه في الماتش الثاني قدام غانا، لان كنت محتاج، لانك هتاخد الست نقط كانوا هيدوا لك بوش غير طبيعي، والمباراه اللي هي خلاص انت عاوز تحسم قبل ما تروح لغانا هناك. صحيح. اللي هي الجول بتاع صلاح اللي في برج العرب. طيب يعني انت شايف من وجهه نظرك وقناعاتك انه تريزيجيه مكمل مع استون فيلا، وحتى كمان الكلام عن عروض ممكن تجي له من الدوري التركي، هو الراجل هيقدر يبقى موجود في حتى لو كانت انديه قمه. طيب انا عايز اوريك شويه صور لتريزيجيه من الـ من الـ من المرحله الاخيره دي، اللي تبين لك هو ليه الراجل ده المدربين تحبه في انجلترا. هبتدي بقصه بعيده شويه، ده ماتش مانشستر سيتي وارسنال، واحده من الالعاب اللي بيعملها ميكائيل ارتيتا المدير الفني لارسنال ان لاكازيت دايما بينزل وسط الملعب علشان يدور اللعب. لما لاكازيت بينزل وسط الملعب، لان سيتي بيلعب بخطه هجوميه، فكان بيستلم الكوره باريحيه وبالتالي يقدر ينقل الكوره لناحيه اليمين بالمنظر ده لساكا، ساكا بعد كده ينقلها لاوباميانج، اوباميانج يسجل. ما كانش في حد متولي قفل المساحه دي على الراجل ده. تعالى بقى نتفرج على ماتش ارسنال واستون فيلا ونبتدي من اللقطه دي. تريزيجيه سايب المكان بتاعه خالص من الحته اللي انا عامل عليها السبوت لكازيت اللي معمول عليه الشادو مع تريزيجيه، ورايح ياخد الكره من تريزيجيه. جري بقى الصور ورا بعض علشان تشوف الالتحام مع لكازيت طول الوقت، الالتحام مع لكازيت كل ما بينزل وسط الملعب هو شايف عنصر من العناصر الهجوميه راجع يقدم الادوار الدفاعيه بتاعته. حتى لما ما بيلتحمش معاه انت شايف تريزيجيه قافل زاويه التمرير بتاعت لكازيت، لكازيت نازل عايز يستلم الكوره، تريزيجيه قافلها. هات الصوره اللي وراها عشان تعرف برده ان دي حاجه كان باترن دائر، ما كانش هو متولي رقابه لكازيت، بس هو عينه صاحيه على اللاعب اللي وراه وعينه صاحيه على الدور. دي تعليمات، تعليمات مدرب، تعليمات مدرب. انك تفضل دايما بتقفل زاويه التمرير. أيوه. فهو عينه لو مش صاحيه لكازيت هيسرقه، لان ده كمان لعيب كبير قوي يعني.
فبتتكلم كمان على الانرجي الرهيبه على الطاقه الرهيبه اللي بيصدرها. بص مثلا وهو بيضغطوا عالي اللقطه اللي فاتت دي هتحس هو بيقول لزميله خليك مع الباك ليفت سيب لي الاثنين اللي معاهم الكره دول. فتحس ان هو عنده ثقه شبح. في الطاقه بتاعته شبح بالظبط كده. هات الصوره اللي وراها هتلاقيه عنده شخصيه صحيح. هو بيجري على واحد وعينه على الثاني علشان تفلت منه علشان خاطر تفضل الامور دايما عنده فيها التزام. التحركات دي فيها تطور تقصده كده صح؟ هي طبعا فيها تطور وطبعا فيها كمان حاجة مهمة جدا وهي اهتمام اللي هو انا جزء من المباراة طول 90 دقيقة انا ما بونش انا ما بتمشاش بالظبط كده. مرة تانية معلش وثقة سميث فيه ان انا مختار لعيب هيقدر ينفذ لي النواحي بس هي يمكن الثقه دي زادت قوي في الاخر ما كانتش باينه قوي يعني صح كده بالظبط. عارف ليه؟ بسبب الصور دي المرحله اللي جايه دي هو قد ما يثبت المرحله دي الجون اللي جايبه اللي الناس ما خدتش بالها منه ان هو اللي قطع الكره في الاول هو اللي راجع قطع الكره وبعد كده كمل بقى جري كريستال بالاس كريستال بالاس كمل الجري هتلاقيه جري على العمق واستلم الكره بعد ما خط الظهر كله اتقدم ووقعوا في الاوفسايد جيم. اجري معايا بقى بالصور علشان خاطر نخلص المرحله الهجوميه. خش بقى في الصور اللي وراها هتلاقي دي فينش حلو يا هيم ده طور كده الفينش بتاعه يعني تريزيجيه عز معظم اجواله السنه دي ضربات ثابته هربان فيها من الرقابه بالظبط خلاص لكن دي فينش حلو صحيح فينش هو مستلم وظهره للجول سنه طولت منه بس لحق وحطها فينش كويس. كمل عزنا هات الصورتين اللي وراهم هنا بقى النقط اللي انا عارف ان هي دي اللي كان محتاجها السنه دي يلعب اساسي عشانها. تريزيجيه بيتحرك حلو قوي في المساحه الفاضيه ولو اللعيبه عندها ثقه هو اللاعب اللي معاه الكوره بتاع استون فيلا بيدور على جريليش هو اوتوماتيكلي عينه رايحه على جريليش هو بيشوف هو فين عشان يديله الكوره يحل له الموقف انما لما يبتدي تريزيجيه يثبت لهم قدراته هيبتدي عينه تروح على تريزيجيه مفيش مشاكل هيبتدي يبقى شايف تريزيجيه اكتر فيه هيبقى صح هيبقى من ضمن اصحاب الكوره بالظبط كده وبالتالي هتبتدي تلاقي خطورته كبيره. بص الحاجات ده زي جون الكونغو هتامر لو تفتكر مظبوط جري من اخر الملعب اخذ القوس بيحاول يقول يا جماعه ادوني الكوره انا بعيد عن غير رقابه هات الصوره اللي وراها واللي وراها واللي وراها يا جماعه انا بجري يا جماعه انا بهرب من الرقابه يا جماعه حد يديني الكوره وصل لاخر الناحيه الثانيه في الملعب اللي عمله على الاقل بتحركه انه فضل مساحه للراجل اللي جاي من ناحيه اليمين بيفرق كتير بالظبط كده. فالحاجات دي تخليه محبوب عند المدربين يثبت كفاءه فيبقى محبوب عند اللاعبين مصدر ثقه ليهم وبالتالي ياخد الجامب الثاني انه يكون نجم من نجوم الفريق وده ذكاء كمان يا عز. لو رجعنا للصوره اللي فاتت يا هيما ده الجون بتاع ارسنال مظبوط لو رجعنا ايوه هو هنا هو مش داخل وسط العواميد النور انا مش طويل انا مش عملاق انا مش احمد حجازي مثلا مش هقدر اجاري الناس دي في ضربات الراس فهو ذكي هرب خالص من موضوع معركه الفضاء فوق وهرب وخلق لنفسه برضو مساحة. الوقفه دي وقفه مدرب يعني ما تقوليش انه الاربعه بتوع استون فيلا الوقفه اللي هم واقفينها دي وقف ده ستايل مدرب اللي انا مستغربه ممكن تامر يقول لي عليه اكتر تامر اشطر في الموضوع بتاع السيت بيسز والكرات الثابته ديفيد لويز هو اللي غلطان في الجون ده بالمنظر ده يعني انا شايف حد مع حد طول الوقت وشايف عدد جيد ان هو يعمل الزون بقى لو حد يعني انت هو المفروض هو المفروض يا هيما دايما المدرب بيضحي باللعيبه القصيره هي اللي تعطل اللعيبه اللي بتجيب ضربات الراس عند المنافس ماشي. بعطل دفعتك يعني لو ماشي. انت عندك لعيب عالي الارتقاء مثلا زي راموس بياخد خطوه واتنين ويطلع فوق لازم حد يقف قدامه عارف كده زي مثلا بالظبط عارف الباسكت لما يقول لك فورسنج الراجل دخل بالمهاجم اللي بتبقى معاه الكوره دخل في صدر المدافع ووقعه بيقوم بيحسب فاول عكسي للمدافع انا واقف انت اللي داخل فيا المدرب بيضحي باللعيبه القصيرين علشان يعطل اللعيبه طوال القامه ويخلي طوال القامه بتوعه هم اللي يلموا الكوره الطويله المفروض زي ما عز بيقول ديفيد لويز هو من المفروض من اللعيبه بحكم ان هو مدافع المفروض هو اللي كان هيشترك براسه ماشي برضو تاني الاربعه اللي واقفين بتوع استون فيلا دي وقفه مدرب 100% يعني ده راجل قال لهم يا جماعه استنوا الكره الثانيه وهو حاططهم رصصهم رصه الرصه ديت رصه واحد عارف ان الكره الثانيه نازله يعني 100% هي الفكره أكيد. بالنسبه لي عشان كده هو الناحيه الثانيه كانت فين لان باينه يعني باينه ان في ثغره عندي مشكله الكره لو اتردت ايه اللي هيحصل تريزيجيه لوحده خالص ليه قنبله بس يعني مفيش ولا حد ده ولا ديفيد لويز ولا اي حد هو ده اللي بتكلم فيه انا عشان كده بقول لك من البصه الاولانيه تحس ان كل اللعيبه كانت معاها ناس ومعاها اشتراكات ديفيد لويز لا بس يمكن يكون ديفيد لويز حسن قوي في حد تاني كان بس هو اتحسن جدا في الفينش على رايي بص التكنيك حتى هو مايل بجسمه وفارد ايده لبره عشان تحفظ الاتزان بتاعه
ومايل بجزعه عشان ما تهرب ما تعلاش منه زي ما بنقول. لا في لا اتحسن، بص التكنيك بتاعه فاتح ايديه الاثنين عشان يحفظ له الاتزان، ومايل علشان هيمرجح رجله اليمين وما تعلاش منه. لا في اتحسن الفينش عنده بالتاكيد. يعني انا متاكد ان شاء الله باذن الله لو استمر على الوتيره ديت مع موسم جاي كمان مع استون فيلا هيبقى هيروح في حته ثانيه ان شاء الله باذن الله تبقى كويسه. اروح بقى لمحمد صلاح، يلا بينا. مكمل في ليفربول ولا هيطير زي العصافير؟ والله ده الموضوع اللي انا كنت هتكلم عليه على الشاشه، بس هتكلم الكلام هنا النظري واتكلم هناك الكلام العملي. أوكي. انا وجهه نظري يا هيما، يعني اللي انا هقوله لك ده مش نظريه، قلت لك الكلام ده قبل كده، دي مش نظريه، وحتى لو هنعتبرها نظريه ايوه او قاعده، كل قاعده ليها الاستثناء بتاعها. انا وجهه نظري ان انت لما تبقى لعيب نجم او سوبر ستار في فرقتك يا عز، يبقى مش من الذكاء ان انت تمشي وتسيبها. عندنا امثله كتيره جدا على كده، يعني هستشهد حتى بالفرقه اللي فيها محمد صلاح. لو هو مثلا جاي له ريال مدريد مثلا على سبيل المثال، مايكل اوين مش كان سوبر ستار والنجم الصاعد بسرعه الصاروخ في الكره الانجليزيه، والفتى المدلل في ليفربول لما راح ريال مدريد نجمه اتطفى. كان ما قلناش كان ضايع، بس مش هو بتاع ليفربول. وبعدين اختار وقت، يعني معلش انا اسف، الاختلاف الوحيد في الموضوع بتاع مايكل اوين زحمه ان كان موريانتس راؤول رونالدو الدنيا زحمه مظبوط، فهو بالطبيعه بلاش مايكل راؤول صاحب البيت ستيف ماكمانامان مش هو الوينجر اللي كان بيفوت ناحيه اليمين في ليفربول وعلى طول كرات عرضيه لروبي فاولر مثلا، او مش هو النجم. ايوه بس خد بالك، انا مش متفق معاك على فكره في كوتينيو مثلا كمان، معلش يا جماعه يعني نموذج كتير. نموذج جدا جدا برضه يا جماعه، انتوا برضه بتتكلموا على النماذج دي ودي حاجه عظيمه جدا مش مختلف يعني، بس برضه ما هو في نماذج تانية في كل مكان بتنور. كريستيانو رونالدو كسر الدنيا في مانشستر يونايتد، راح ده الاستثناء راح لا طب ومحمد صلاح ما يكونش استثناء ليه يعني؟ هنا في سؤال ليه، ما هو محمد عنده الشخصيه بتاعت الشخصيه الاستثنائيه. ما قلتش لا هيما، بس كريستيانو رونالدو مشي بعد قد ايه؟ بعد قد ايه يعني؟ مش من 4 سنين و5 سنين حاجه كده. رونالدو في ريال مدريد من 2008 لا 2009. انا بتكلم من يونايتد 6 سنين، 6 سنين مش بعد ثالث سنه. وبعدين خلي بالك يعني انت بتتكلم على اصغر طبعا. بالظبط، دي نقطه كمان مهمه. وبعدين رايح فين؟ رايح ريال مدريد وهو ايه واقف على رجله، ريال مدريد واقف على رجله. لكن انت لو مثلا رايح ريال مدريد، ريال مدريد صحيح بطل الدوري بس لسه ريال مدريد على بطل الدوري. بس على اساس محمد صلاح يروح ريال مدريد، انا بقول لك لو على سبيل ماشي المثال. ماشي انا بس برشلونه مثلا، لو هتتكلم على برشلونه هيروح برشلونه. طيب انا ما احبش يروح برشلونه دلوقتي، احنا واقعين والله، هناخده ونغرقه معانا. بس انت مثلا يا عم لا صل على النبي، احنا هنغرق اي حد دلوقتي، احنا وحشين قوي. مثلا تيري اونري مثلا افضل مثال، واحد كان بيبني عليه اكتر من 80% من خطه ارسنال الهجوميه، صح ولا انا غلطان؟ طيب لما راح برشلونه نجح على مستوى البطولات، والهدف اللي هو كان رايح له قال لك يا جماعه انا نفسي اكسب دوري ابطال اوروبا، كسب دوري ابطال اوروبا. بس هل هو النجم بتاع ارسنال؟ طب اخد رايك عز في موضوع صلاح. انا بالنسبه لي انا ممكن استبدل في الجمله بتاعه تامر، انك لما تكسب الدوري انت المفروض ما تمشيش، بانك لا هي مش لازم تمشي، مفيش مبرر للرحيل. بمعنى ان لو ما جالكش الاوفر اللي يلوح انت قاعد في احسن مكان ممكن. ليه؟ لان مع يورجن كلوب مع ليفربول بالقايمه اللي موجوده في الوقت الحالي بالفلوس الكويسه اللي تخلي النادي مش زي زمان بعينه بتروح على الفلوس. يعني زمان اوفر كبير لنجم في ليفربول خده، باعوا فرناندو توريس لتشيلسي ما كانش عندهم مشاكل. دلوقتي الاداره بتاعت ليفربول غير، وفي وجود فان دايك وماني وفيرمينو والطقم اللي موجود ده كله، في وجود يورجن كلوب مفيش مبرر للرحيل. بس النقطة بقى اللي ممكن تتاخد الناحية التانية، هو صلاح هنا ضامن النجاح وضامن الاستمرارية في النجاح، هناك ريسك. بس خلينا نقول حاجتين مهمين. الحاجة الأولانية إن لما قلنا له ما تسيبش روما وتروح ليفربول لأن ده ريسك، هو خد الريسك وانتصر. برافو عليك. فهو بيعرف يعمل الريسك. النقطة التانية ودي الأهم، إن في الآخر معلش كمان صلاح. أنا آسف إن أنا هقطعك في الجزئية دي، ولما الناس كلها شافت إنه يعني إيه تروح فيورنتينا، يعني ايه خليك تنزل من تشيلسي لفيورنتينا؟ وخد بالك لما كان هناك كان النجم الاول في فيورنتينا كوادرادو. بالظبط كده، يعني برافو عليك. اصلا حتى انت كمان مش رايح نجم الشباك. بالظبط كده، فانت اخدت بتاع حوالي 3 4 خطوات لورا، وبعدين طلع خطوه لقدام في روما وكسر الدنيا مع روما. يعني محمد اقصد انه يمتلك الشخصيه الاستثنائيه القادره على توظيف نفسها. عشان كده بقى انا هاخد المثل بتاع تييري اونري واقول ان لو صلاح جاله اوفر من برشلونه او ريال مدريد، هو مهم انه ما يكررش مش غلطه تييري اونري بس،
لان تيرو انري برضو ما كانش عارف اللي هيحصل وريكارد يمشي وبيجي ويغير الخطه ويوقفه على الوينج والكلام ده كله. بس المهم ان هو يبقى واخد ضمانه للشكل العام في ارض الملعب هتبقى عامله ازاي. انا مكانتي فين عندكم؟ لان دي النقطه اللي هتفرق. لان لو رايح برشلونه مثلا وفي وجود ليونيل ميسي اللي بيتحرك في نفس الاماكن تقريبا، طب الموضوع ده هيمشي ازاي؟ طب لو رايح، لو جاله اوفر من ريال مدريد، ريال مدريد عنده ايدن هازارد، واحيانا دلوقتي بقى فالفيردي بيلعب وينج يمين عشان البالانس، عشان التوازن، او رودريجو يعني حد بيرجع، حد يعرف يعمل الدور الدفاعي، صلاح مش هيعمل كده، انت هتعمل ايه معايا في الموضوع ده؟ لو اخذ الضمانات هنا بقى في نقطه مهمه، صلاح مش انجليزي، وبالتالي فكره انه يكون ايقونه ليفربول التاريخيه، هو اوريدي بقى ايقونه ليفربول، فكره التاريخيه اللي هو ان انا عشت معاكم العمر كله، هو مصري في النهايه. ممكن قوي يندم بعد ما يبطل انه لما جاله ريال مدريد او برشلونه قال لا، ممكن لان هو في الاصل حقق كل ده، فاهم؟ هو خلاص هو اوريدي كسر الدنيا، هو عمل كل اللي نفسه فيه، وبالتالي لو جات له التجربه بتاعت برشلونه وريال مدريد اشك انه يقول لا، لان انا اعتقد انه هيندم. يا راجل ده انا رحت يا راجل ده انا رحت اتفرجت على الماتش بتاع نهائي دوري ابطال اوروبا، حسيت ان انا عملت كل اللي نفسي فيه، رحت اتفرجت على الماتش فوق، فاهم؟ ولا قاعد فوق. فعشان كده يمكن احس ان لو جاله الاوفر، اهم حاجه في الاوفر ده لا احنا نقعد ونتكلم، احنا محتاجين نعرف الاوفر ده تفاصيله الفنيه ايه، لان اللي نجح صلاح في ليفربول كانت التفاصيل الفنيه، انه رايح على مشروع شبهه. صحيح. بص يا هيمه، عشان بس اوصل وجهه نظري كامله، اولا انت لما ذكرت مثلا موضوع فيورنتينا ورايح وواخد الريسك وعارف ان انا هنجح وهروح او هنقل حته تاني اكبر واكبر، بس برضو في نفس الوقت ما تنساش ان كانت الخطوه لو تفتكروا لما كان في بازل كان جاي له ليفربول وتشيلسي. أيوه. فضل تشيلسي. ايوه، مع ان كان شايل الرساله بتاعت مورينيو بالظبط، لما كان مورينيو رسائله بتتقري. أيوه. صح، مع ان لو كان راح ليفربول كان هيبقى نجم وكان هيقطع جزء كبير قوي من المشوار. ليه؟ لان تشيلسي كانت مليانه نجوم، ليفربول كانوا بيبنوا الفرقه مع روجرز قبل يورجن كلوب، عشان ما تقولش ان أيوه صح في الصوره خالص، مع روجرز وكان هيبقى نجم، بس هو فضل مورينيو وتشيلسي الفرقه الجاهزه. فاذا زي ما بتبص لدي زي ما ببص لدي. تاني، انا ما بقولش ان دي قاعده ابراهيم، وحتى لو هنعتبرها قاعده قلت لك كل قاعده ليها الاستثناء بتاعها. ونتمنى لو هو اخذ قرار احنا هنبقى في ظهره، لو هو سواء راح برشلونه راح ريال مدريد بيتنقل بالمشجعين بتوعه بالظبط. نقطه كمان، كميه يعني الناس هتعمل ان لايك لبيج ليفربول التاريخيه على طول خلاص ويتحولوا نقلوا الناحيه الثانيه. انا يا جماعه محدث والله، انا معترف ان انا يعني انا اسف، هتجري وراه انا يا جماعه ورا محمد صلاح. مطرح كلنا بنروح اشتري تيشيرت تشيلسي وفي ثانيه اشتري تيشيرت ليفربول، كلنا بنحبه طبعا. هقول لك على حاجه، ما بحبش فرقه تشيلسي دي، معلش يا محمد انا اسف، محمد عمار ما تزعلش مني، انا اسف يا محمد، ما بحبهاش، بس الله في سماه بسيب لها ماتش خلاص بقى. انزل صلاح ده كان الترند بتاع تويتر، فاكر يا ايام بتهزروا ابراهيم؟ محمد صلاح ده عارف قيمته ممكن تحسها حتى من ايه؟ والله العظيم ما بهزر، انا بقيت بلاحظها لما بشوف انت عارف ان انا مدرب، لما بنزل اشوف فرق الاكاديميات قبل التمرين بتاعنا. يا جماعه احنا لو رجعنا مثلا 10 او يعني 10 سنين ورا هتلاقي ان كل الاطفال نازلين يا اما ميسي يا اما رونالدو، يا اما جايب تيشرت ميسي يا اما جايب تيشرت رونالدو. انت النهارده بتبص اكتر من 60% من الاطفال اللي بيلعبوا في الاكاديميات كلهم لابسين صلاح. صلاح دي حاجه لازم تفتخر بيها. صح. احنا كله انت بقى عندك واحد يقدر يسحب النجوميه ويكون عالميه، يكون عالميه. فهرجع تاني يا هيمه للموضوع، ايه اللي يخليك تمشي؟ هل انت في نادي صغير؟ لا. لا. هل انت في نادي عنده ازمه ماليه؟ لا. هل انت في نادي ما عندوش طموح؟ لا. هل انت بتتمرن مع مدرب متواضع؟ لا. هل انت مثلا مش واخد حقك او وضعك في النادي؟ لا. ده انت مدربك بيبني جزء كبير جدا من خطته الهجوميه عليك، وهوري لك الكلام ده. والاهم بقى كمان انت كل موسم يا هيمه، لو عرضوا الصوره تاني، انت كل موسم بطوله تقيله تملى العين. يعني السنه دي دوري انجليزي، الموسم اللي فات دوري ابطال اوروبا، طبعا ناهيك بقى عن السوبر الاوروبي اللي على اليمين خالص، التروفي. أيوه. اللي على اليمين خالص. أيوه. اللي على الشمال كاس العالم للانديه، ده ناهيك بقى عن الالقاب الشخصيه اللي بتوصلك برضو لحاجه زي دي. يعني انت مثلا بتكلم معاك النهارده بقول لك احنا اللي هو اللي احنا قاعدين النهارده متضايقين كده يعني ايه محمد صلاح يبقى خامس الدوري الانجليزي، خامس هدافين الدوري الانجليزي وزعلان؟ فانت قاعد زعلان اللي هو خد تعالى، انت عارف انت بتقول ايه ولا انت مستوعب انت بتقول ايه ولا؟ تتكلم على محمد صلاح ان هو ما كناش بنحلم حد يعني يوصل للمكانه دي. فانا عذره عشان اقفل الموضوع ده هنا، انا عذره ان ممكن لعيب كوره
يقعد يلعب في مشواره كله يلعب كورة يحلم ان ريال مدريد او برشلونة يجيبوا سيرته في جملة مفيدة. هيقعد يبروزها ويقعد يقول لي عياله بص في يوم من الايام ريال مدريد كان بيفوضني. فما بالك لعيب مصري قدامه وعرض فرصه ان هو ممكن يلعب للريال. بس هو لحد دلوقتي احنا ما فيش عروض اتقدمت لك صراحه. الكلام بقى لو مش هيحصل الصراحه الكلام بدا يحصل لان ما فيش نادي معاه الفلوس دي دلوقتي في العالم. بس صلاح قيمته التسويقيه كام؟ اوف انت بتتكلم في ان كوتينيو مشي بكام؟ كوتينيو 140. انت بتتكلم في ان صلاح 180 تقريبا صح؟ يعني حاجه كده يعني الارقام طبعا ارقامها بتختلف يعني القيمه التسويقيه هي مش حاجه ثابته. بس انت بتتكلم في نقطتين مهمين زي ما قلت لك. ليفربول كده يا جماعه في ترانسفير ماركت ليفربول مش هيبيع الا لو صلاح قرص يمشي مبدئيا لان الوضع مختلف تماما عن زمان. تاني حاجه مفيش نادي دلوقتي الانديه كلها بسبب كورونا عملت تخفيضات لمرتبات لعيبتها وبالتالي مستحيل يروحوا يجيبوا صفقات كله بيتشعبط في رضا ربنا. فانت مستحيل السنه دي تشوف الصفقات دي. لكن انت بتتكلم في السنه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها صح. بس انت بتقول ان الكلام بدا يهيب بالظبط. ان الكلام بدا عن ايه؟ يا جماعه ميسي طب اصل ابو ميسي في مدينه ميلانو اصله بيتكلم مع الانتر عشان يشوف هو هيعمل ايه. والايه اقول لك على حاجه ميسي تهويشه قوي يعني الايه تحس انها تهويشه قوي. وفي نفس الوقت تتكلم الناحيه الثانيه لما كنت بقول لك في قبل كده وما بتصدقنيش ميسي بيتكلم مع اداره برشلونه بيرشح لهم مين وبيطلب منهم يجيبوا مين مارسيلو بيلسا. ايوه يعني اذا راجل بيتدخل اهو في الموضوع. ما كنتش انت مصدق؟ لا يعني مش ما كنتش انا مصدق. هو انت اللي انت بتقوله ده برضو ما هو مش قران. ما انا ممكن اقول لك ان انا مش مصدق اللي انت بتقوله. ماشي. لا لا انا رايي في موضوع ميسي ده شفت ازاي. لا سهله عادي شغلانتنا يعني عادي. ميسي في النهايه اتعلق في اي حاجه عادي تكسبني. ميسي ده بيخسر رهانات هو اكيد عارف يتصرف يعني. باشا انا عايش شخص الرهانات. بالظبط كده. انت فاكر مرتبي ده رايح. ايه رايكم نروح لفصل بعد فصل نرجع نكمل كلامنا؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا. بص يا هيما وبص يا عز. كنا بنتكلم على موضوع مين احسن لعيب كره في العالم. معلش يا عز اعذرني. ميسي. طيب ميسي يعني حد عنده شك ان برشلونه بيعتمد بنسبه 80% من النواحي الهجوميه بتاعته على ميسي؟ لا. 80 ولا مين يزود؟ ده لا هو 80 90 90. انت عاوز تزود يعني. اوكي. طيب هنفرض ان هي 80% او 90 زي ما عز عايز. الباقي على جوردي ألبا يعني. انا علشان اخلي ميسي يطلع احسن ما عنده انا دايما بجنبه. ايه يا هيما؟ دايما بجنبه الدخول في الكرات المشتركه ويدافع وما اخره. طبعا لكل زي ما قلت لك لكل قاعده ليها الاستثناء بتاعها. يعني حتى لو ميسي دافع هتلاقي دافع لو برشلونه حب يضغط عشان يستخلص الكوره من المكان اللي خسر فيه الكوره. اوكي. وهتلاقي ميسي اقلهم في الضغط تاني. ماشي. خلاص يعني بلغه الكوره كده بيحلق. ماشي. بيعمل ان هو بيضغط. طيب ليه بجيب لك ميسي؟ هو في الطبيعي هو ده برشلونه يبقى ده ليفربول. طيب. لا برضه ما طلعش ليفربول. على اي حال لو فرقه برشلونه ابراهيم في الحاله الدفاعيه بتلعب 4-4-2 ليه؟ وركز دايما في الفتره الاخيره عند تيم برشلونه حط مين في ظهر ميسي. ميسي طبعا كلنا عارفين زي ما عز قال لك دايما بيحب فين ميسي ده ميسي دايما بيحب يبقى في الطرف اليمين. ليه؟ عشان رجله الشمال دايما تبقى جوه الملعب. يعني واحد من اجمل الاجوال اللي انا شفتها لميسي كان فاينل الكوبا ديل ري مع اتلتيك بلباو. مستلم الكره من هنا ابراهيم ظهره للخط للاوت وقدامه ثلاثه فات منهم فات وراح وجاب جول. ليه؟ عشان هو عاوز يبقى برجله الشمال لجوه. طيب لما ميسي بيروح في الطرف اليمين كل ده انا لسه هتكلم على صلاح بس بسرعه بيحط له دايما مين في ظهره؟ مين اقوى لعيب يعني الثلاثه بتوع نص الملعب في الحاله الهجوميه الثلاثه بتوع نص الملعب بتوع برشلونه مين؟ بوسكيتس في كتير بيلعبوا فيدال راكيتيتش ديونج بس مين اكتر واحد فيهم والاقوى دفاعيا؟ فيدال بوسكيتس الاعنف. لا ما هو بوسكيتس ما بيزتش. بوسكيتس واقف ما بيزتش خالص. مين الاعنف فيهم دفاعيا في التاكل والاستخلاص والعنف والاشتراكات؟ فيدال هو دايما اللي بيروح في ظهر مين؟ ميسي. ليه؟ علشان الحته اللي هيخسر فيها ميسي الكوره هو كرس مجهودك كله للحاله الهجوميه. حضرتك مش مطلوب منك تدافع. ماشي. علشان احنا بندافع عشان لما نجيب الكوره ونديها لحضرتك حضرتك هتصنع الفارق لما تبقى واقف على رجلك وواخد نفسك ومستعد هتعمل الفارق في الحاله الهجوميه. قلت لك المقدمه دي ليه يا ابراهيم؟ لاني
محمد صلاح بيتعامل في ليفربول معامله برشلونه لميسي. 80% من النواحي الهجوميه عند ليفربول مبنيه على صلاح، بس انا بلغت شويه في ال 80، يعني قلنا 80 عند ميسي وبرشلونه، انا بقول مثلا 70% عند تيم ليفربول مبني على صلاح، ودي حقيقه، مش عشان هو نجم مصري وكلنا متعاطفين معاه، مفيش، انا بالنسبه لي ما عنديش عواطف في الكوره. نفس الموضوع اللي بيعمله يورجن كلوب مع ليفربول، لما بيخسر الكوره ليفربول بيتحول الى 4-4-2، بينزل ساديو ماني اللي هو كان بيبقى الطرف الشمال بتاع المثلث الامامي، فيرمينو ساديو ماني وصلاح، بينزل فيرمين بينزل عفوا ساديو ماني. خلينا لك ايه ليفربول، بص عليها كده هتلاقيها بقت ليفربول اهي، بقت انت جاي برضو تشتغلني تاني اهي. حاضر حاضر خلاص، هلغي برشلونه. طيب هنا ده ماني، بص شفت وانا قاعد مكان عز. حاضر حاضر، وانا قاعد مكاني والله العظيم ثلاثه عملتها زي يا جماعه. طب اعمل ايه تاني اكتر؟ شفتها برشلونه لما بيخسر الكوره يا هيمه ويعز، هتلاقي ان هو في الحاله الدفاعيه لما بيبدا يسيب الفرقه اللي قدامه المنافس بتاعه بيعمل بيلد اب للهجمه، هتلاقي ان برشلونه بيبقى 4 ليفربول بيبقى 4-4-2، وبينزل ساديو ماني في الطرف الشمال. مين اللي في ظهر ميسي؟ ميسي. مين اللي في ظهر صلاح؟ اقوى واحد في نص ملعب ليفربول في النواحي الدفاعيه، واشرسهم واعنفهم والاقوى فيهم والاكثر فيهم عنفا في الاستخلاص، عنفا مش بالفاولات. أيوة. يعني في الشراسه بيستخلص وبيفتك الكوره. مين؟ هندرسون. خلي بالك هندرسون اصلا من سنتين قبل ما ليفربول يتعاقد مع فابينيو كان هندرسون هو اللي بيلعب دي، هو اللي هو بوسكيتس بتاع برشلونه، وكان بيبقى فينالدوم مثلا هنا، وكان بيجي بقى تشامبرلين هنا في الطرف اليمين، كان بيجي جيمس ميلنر، وكان مثلا يبقى هندرسون وفينالدوم وجيمس ميلنر. لما جاب فابينيو حط فابينيو هو اللي هنا، وخلى هندرسون هو اللي في ظهر صلاح، عشان صلاح مش عاوزك تدافع، كرس مجهودك للحاله الهجوميه، لما نقطع الكوره جزء كبير جدا من خطتنا الهجوميه مبني على حضرتك. تعال بقى نشوف الكلام ده يعني عمل على الصور. لو الصور جاهزه معانا هتلاقي ان ليفربول، بص كده يا هيمه المسطره اللي بكلمك عليها، بصرف النظر ان هنا كان هندرسون في المباراه دي مصاب ماتش تشيلسي اللي استلموا فيه الجائزه بعد البطوله، لكن هتلاقي 4-4-2. هتقول لي ساديو ماني راجع هنا عشان بس الكره مايله ناحيه اليمين. أيوه. على طول الكره مايله ناحيه اليمين، مايله ناحيه الشمال. صلاح ملوش ادوار دفاعيه، اللهم ان حاجه لا تذكر، زي ما قلنا كده ميسي بيحلق وبيعمل الواجب باقل مجهود. هنا 4-4-2 زي ما قلت لك في الحاله الدفاعيه لليفربول. جبت لك حاله ثانيه، الحاله بقى لما جت هنا، هنا ليفربول كان خلاص يعني بيتحول من 4-3-3 الى 4-4-2. هنا اول لما تيم تشيلسي هيبدا يبني الهجمه ابراهيم، والكره هتروح لروديجا السنتر باك الالماني اللي هنا. بص صلاح هنا تحول الى المهاجم وكانه ما بيقابلش. انا عاوزك تبص على، سيبك من صلاح وفيرمينو ومن ماني هناك ومن نبي كايتا، انا عاوزك تبص على فينالدم. بص فينالدم بيغطي مكان صلاح، هو لا انا عاوزك بقى تبص، هو مش باصص اصلا لانتوني روديجا، مش باصص له، هو لا يعني له شيء، هو عينه على واحد تاني خالص. هو عينه على مين؟ عشان قبل ما يبان في الكادر في الصوره اللي جايه، هو عينه على الراجل اللي المفروض محمد صلاح يلتزم بيه دفاعيا، وهو الباك ليفت بتاع المنافس، لاني انا كمحمد صلاح كوينجر ناحيه اليمين الراجل ده هو بتاعي. نبدا نمشي، هتلاقي ان فينالدم مش باصص اصلا على روديجا اللي معاه مساحه، بص كانه مديله ظهره. يعني فينالدوم مدي الكتف، هو عايز يقفل زاويه التمرير، هو سايبه هو سايبه ليه؟ لان هو عينه على الباك ليفت اللي المفروض محمد صلاح بيلتزم بيه اللي بعده. هنا هيبدا يبان بص مدي ظهره تماما لروديجا، ادى ظهره خلاص للعب. كمل، بص هو نزل ملتزم مع مين؟ مين بقى بان في الصوره هنا فاتح على الخط قدام حضرتك؟ ماركوس الونسو. هو ملتزم معاه ليه يا ابراهيم؟ ركز بقى في اللي جوه اللي بعد كده ليه؟ لان لا هرجع للصوره اللي قبل دي على طول يا شباب، اشكركم. لان ترينت بوليشيتش اللي هو الوينجر بتاع تشيلسي دخل في عمق الملعب علشان يخلق مساحه لالونسو اللي جاي من تحت، وترينت بالتالي ضم مع بوليشيتش اللي بقى جنب اوليفييه جيرو، وبالتالي نزل فينالدوم مع التزم بالنواحي الدفاعيه مع مين؟ مع الونسو اللي المفروض صلاح ينزل معاه. وادي طريقه 4-4-2 هتبدا الطريقه، ادي الاربعه اللي على الخط الخلفي،
وماني هيبدا ينزل يبقى على نفس الخط مع نبي كايتا اللي جوه الدايره ومع فابينيو اللي واقف على الخط رجل جوه ورجل بره ومع فينالدوم اللي نازل علشان يكمل 4-4-2 وبينزل كل الاختلافات في برشلونه عن محمد عن ليفربول ان في برشلونه اللي بيقوم بالمركز رقم 10 هو ميسي وسواريز اللي قدامه العكس بس تماما في ليفربول اللي بينزل يقوم بالدور اللعيب رقم 10 هو فيرمينو اللعيب الفوتبولر اللعيب البرازيلي اللي عنده المهاره ومحمد صلاح لان احنا محتاجين السرعات انا عاوز افضي نص الملعب بتاع المنافس عشان ابين السلاح الفتاك بتاعي اللي هو سرعه محمد صلاح يلا نروح عملي للجوال وللحالات الهجوميه عشان اسيب وقت العز ده كان جول من جوال ليفربول فولام خلاص قبل ما نمشي الصوره اللي بعديها معلش يا شباب عد ارجع الكره في رجل ترينت عد كده كام لعيب لليفربول في النص في يعتبر في الحاله الدفاعيه 8 كام 8 2 4 6 8 وترينت اللي هناك يعز 9 يبقى مين الوحيد اللي ما بيدافعش صلاح طيب بص كده محمد صلاح فين ترينت حطها له في ظهر المدافعين انفراد لمحمد صلاح اللي حصلني يكسرني حط جول على يمين الحارس اللي بعده فاضي انا جبت لك 3 جوال يا ابراهيم بس دي اكتر واحده ومن اكتر الاجوال اللي بحبها لمحمد صلاح هي واللي بعديها ماشي عد كده كام لعيب احمر الفرقه تقريبا كلها 9 9 مين الوحيد اللي ما بيدافعش اللي مش باين في الصوره صلاح طيب الكره في ايد مين اليسون يلا نمشي بالصوره ده ماتش مان يونايتد هوبا الايد بالظبط كده يا عز هوبا الايد ورجل بتاعت بص صلاح فين يا الجون ده مزاج هتقول لي ده طبيعي لانه سريع ما انا اقول لك ممكن وكان طبيعي وكان هجمه مرتده وكان في الثواني الاخيره يعني انا فاكر ما انا ممكن اقول لك على فكره هيما انا ممكن اقول لك روبرتسون ما هو سريع جدا وملوش في العالي وكان ممكن يورجن كلوب يحطه في الحته دي خاصه ان مورينيو بيقول لك يا معلم ان روبرتسون ده بيجري على الارض زي الطياره وهي بتجري على الران واي في المطار سريع هوقفه ازاي مورينيو قال لك ده بيجري قدامي على الخط وانا قاعد مش مصدق ان في بني ادم بيجري بالسرعه دي ثم الهدف بتاع محمد صلاح اللي قتل المباراه اعتقد كانت ابدع بتاعه. محمد صلاح استخدم جسمه حجز كويس قوي على الكره دي مظبوط واعتقد والدريبل. كانت بين رجلين دخية الصوره اللي بعديها يا شباب الجول اللي بعديها عشان هو اخر كره بص كل فرقه ليفربول في الحاله الدفاعيه ثم ده من اجمل اهداف محمد صلاح وندل على شيء برضو ان هو بيتطور مع يورجن كلوب لان الجول ده عمل فيه فنت ودخل بالكعب برجله الشمال وحطها باليمين في الزاويه البعيده هنمشي كل لعيبه ليفربول بقى ابراهيم بتتحول من الحاله الدفاعيه الى الحاله الهجوميه ماني وراء وفيرمينو جوه قوس ال18 ثم محمد صلاح بيجيبها على رجله اليمين وبيسجل واحد من اجمل الاهداف ليه في الدوري الانجليزي امام واتفورد ابدعت يا سيد تامر حبيبي حاجه هيبي. عظمه فعلا فعلا حبيبي. يعني ربنا روح لفاصل وبعد الفاصل يبدع ايضا احمد عز في الوقف التحليلي ربنا يلا بينا وصلنا للوقفة التحليلية لأحمد عز يا أبو حميد اتفضل طبعا في الأسابيع الأخيرة ابتدت مع فوز ريال مدريد بالدوري مع الإخفاق اللي حصل لمانشستر سيتي قدام أرسنال تعلو أمال جماهير ريال مدريد في مباراة العودة في دوري أبطال أوروبا ابتدى شوية الجمهور يحس أن مانشستر سيتي مش هو مانشستر سيتي أيوه. بيب جوارديولا مش هو بيب جوارديولا المرعب وأن ريال مدريد بيكسب فهل دي حقيقة؟ خلينا نتفرج على الماتش اللي جمع بينهم في ماتش الذهاب وخلينا نتفرج الاول على افكار لبيب جوارديولا علشان نفهم هما المدرستين قوتهم فين ونقط ضعفهم فين وايه اللي ممكن يكون مفاتيح مباراه الاياب في واحده من اهم مباريات دوري ابطال اوروبا خلينا نبتدي ببيب جوارديولا اتكلمنا عن زيدان الحلقه اللي فاتت فخلينا نتكلم الاسبوع ده عن بعض الافكار اللي دايما بتحكم بيب جوارديولا واللي بيستخدمها في المباريات بشكل كبير والفكرة الأولانية هي فكرة كان تامر حتى طرحها في آخر حلقاته وكانت خاصة ببنى اللعب في شوية أفكار فيها كده عايزين نتكلم عليها على الصور ونبتدي ندردش فيهم شوية الفرق بتاعت العالم كلها في البيلد اب في بنى اللعب تتحرك إزاي؟ تتحرك بأن الاتنين سنتر باكات بيكونوا فاتحين الملعب بالمنظر ده الاتنين المهاجمين بيضغطوا عليهم فبيجبر لاعب دائما من الفريق السماوي ده زي مانشستر سيتي او ايا كان الفريق انه ينزل يبقى ثالث المشكله اللي بتحصل في عشان يخلق 3-2 الفكره بقى فين ان المكان هنا بيفضى فبيساعد الفريق الاحمر ده على انه يكمل الضغط العالي عليك فبيجبرك تطلع بكور عاليه
جه بيب جوارديولا وقال يا جماعه الكلام ده مش مناسب ليا، انا محتاج زياده عدديه في وسط الملعب عشان احكم وسط الملعب. هو ده الميثاق بتاع بيب جوارديولا، عنوانه ازاي احكم وسط الملعب قدام اي خصم. فعمل الحركه اللي كان تامر شرحها الخاصه بان ما ترجعش يا معلم الارتكاز، خليك زي ما انت، والسنتر باك هو اللي بيكون الثالث بتاع الاثنين السنتر باكات. الجول كيبر بيطلع بيبقى هو الثالث بالمنظر ده، فلما الاثنين يضغطوك يفضل انت عندك الزياده العدديه، انا 3 على 2 وانا شاري الجول كيبر اللي يقدر يعمل الافكار بتاعتي بشكل جيد مع زياده. ايه بقى الزياده دي؟ الزياده اللي عملها في مانشستر سيتي اللي جربها في بايرن ميونخ، بس طبعا ما خدتش صيت لانه ما نجحش في بايرن ميونخ على مستوى دوري ابطال اوروبا، هي كانت التحرك بتاع الفول باكس بتوع مانشستر سيتي او بتوع بيب جوارديولا. الظاهرين ازاي بقوا يخشوا للقلب علشان يعملوا حركه مهمه جدا هتبان معانا في الصوره اللي بعدها. الظاهرين لما بيخشوا القلب، الصوره ممطوطه قوي، الظاهرين لما بيخشوا القلب اللي هم معمول عليهم العلامه البيضاء بياخدوا معاهم الاثنين الارتكاز بتوع الفريق الخصم. ماشي. فده بيدي فرصه لصناع الالعاب بتوع سيتي يرحلوا ياخدوا هم كمان خطوه قدام فيبقوا في المنطقه الخطره. الحاجه الثانيه ان الفول باكس ما بيبقوش ملتزمين بالجناحات، فالجناحات بتبقى دايما عندها الموقف اللي بيب جوارديولا بيدور عليه في كل حته في الملعب، موقف الواحد على واحد. تعال ننقل الصوره اللي بعدها ونشوف عمليا الفكره دي. بنيامين مندي واقف في العمق مش طاير وبالتالي واخد معاه الجناح، لما الجناح قرر يروح معاه حصل ايه؟ حصل موقف واحد على واحد للجناح بتاع مانشستر سيتي، اخد الثرو وعمل بيها فرصه خطره. تعال نشوف اللي بعدها، الصوره اللي بعدها نفس القصه، ايدرسون بيبني مع الارتكاز، الارتكاز عينه مباشرة على كايلي ووكر اللي سايب مكانه كظهير أيمن على الجناح وضم من العمق. طيب. وبالتالي بقى زاوية التمرير معلش مفتوح. عايز أسألك سؤال عز في الجزئية ديت. طب فلنفترض أنه حصل خطأ النهاردة من حارس المرمى، أو حصل خطأ في الاستلام بتاع اللاعب اللي نازل دلوقتي علشان يعمل الزيادة العددية زي ما أنت ما بتقول كده في البيلد أب، إيه الحل؟ ما هو جون خلاص بالظبط كده. ما هو هنا بقى بيجي دور الكواليتي، وانا دافع الفلوس دي كلها في ايدرسون ليه؟ هو ايه الفرق بين مانشستر سيتي بتاع السيزون الاولاني والتاني؟ الكواليتي، كلاوديو برافو مشي وايدرسون جه، فايدرسون نقلك نقله نوعيه. اليسون الجون اللي كان بيشرحه تامر هو واحده الامتيازات اللي انت دفعت فلوسها كاش، ان انا اقدر بقى عندي الجول كيبر اللي يقدر يوديني على الجول مباشره بلعبه واحده. فانت بتدفع فلوس للعيبه وبتثق في افكارك وبتثق كمان في ان الخصم خايف منك. الهيبه والرهبه اللي بيعملها بيب لخصومه من الاربعات والخمسات جايه في الاصل من حته انا مش هرسك قدامك، وهفرجك على الموضوع ده في الصور الجايه. خلونا ننقل علشان خاطر ناخد نموذج تاني. هنا الراجل زيرشينكو سايب مكانه الظهير الايسر بيلعب في العمق علشان خاطر يخلق موقف الواحد على واحد لرحيم ستيرلينج اللي سارق من الناحيه الشمال. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ لان في ماتش الكلاسيكو او كلاسيكو ايه؟ في الماتش اللي حصل، هو بالنسبه لي كلاسيكو طبعا لان برشلونه بيب يعني طول الوقت. اللي حصل في ماتش ريال مدريد وسيتي كان مشابه جدا لده. خلونا ننقل الصور اللي بعدها ونتفرج ازاي كايلي ووكر سايب مكانه. فهتبص هتلاقي الراجل فينيسيوس مش عارف اعمل ايه؟ تايه. فيرلاند مندي واقف في مكانه صح. والراجل بيستلم الكرة بمنتهى الأريحية فقادر يخلق مباشرة موقف الواحد على واحد الصريح اللي اتعملت منه فرصة لمانشستر سيتي في أرض سانتياغو برنابيو. خلينا نخش بقى على اللعبة التانية اللي بالنسبة لي هي دي اللقطة. خلينا بقى نخش على اللعبة التانية اللي بالنسبة لي هي أشبه بالثلاث ورقات. عارف الحواه اللي بيقولك إن مفيش حاجة اسمها سحر، انا أيوة. بشتغلك بايدي الشمال بشغلك علشان أيوة. خاطر انا بعمل حاجه تانية بايدي اليمين. مزبوط. ده دايما الدستور بتاع بيب جوارديولا. الجول ده واحد من اكتر الحاجات اللي انا بحبها للفريق بتاع بيب جوارديولا في الحركه. هتلاقي لرويس ساني وهتلاقي راس الحربه هنا جيسوس واقف والفريق ملتزم بالمنظر اللي احنا عارفينه ده وبتدور الكوره. اول ما تلاقي الصوره اللي وراها جيسوس بيسيب مكانه وبيطلع، هو الهدف مش انه يستلم الكوره، هو الهدف ان ديفيد سيلفا يخش في ظهره ياخد الكوره. أيوة. طيب لما ما نجحتش الكوره دي واتفشكلت حصل ايه؟ ام ديفيد سيلفا واخد خطوه كمان وداخل للعمق علشان خاطر هتلاقي في الصوره اللي وراها يفضي مساحه لمين؟ لروي ساني. هو مش بيجري عشان يستلم الكوره، هو بيجري عشان اللي وراه هو اللي ياخد الكوره. فاحنا بنتكلم على ان جول كيبر يخليك مش قادر تضغط عليا لانه بيعرف يلعب كوره عاليه، الظاهرين بيزيدوا فانت ما بتبقاش قادر تروح عليهم عشان ما تسيبش موقف واحد على واحد، فبترجع تدافع. فلما بترجع تدافع بتلاقي نفسك في موقف اصعب لان العدد الكثافه العدديه بقت كبيره جدا عليا.
كل حركة لعيبة مانشستر سيتي هي هدفها حاجة تانية خالص أنا مش واخد بالي منها وبالتالي ريسك كبير. خليني أوريك الصورة اللي وراها. أيوة أنا بس أنا آسف في المقاطعة. يبقى ما يجيش بقى مدرب يبقى عايز يطبق نفس فكرة جوارديولا وهو ما عندوش الكواليتي ده 100%، يبقى مع 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 أول لمسة هيخسرها وهيشيل كتير وهيزعل. عدد المدربين اللي خدوا كلمة تيكي تاكا وراحوا باعوها في السوق كام واحد وكام واحد فيهم نجح؟ كم واحد سمعت عن ان هو خليفة بيب جوارديولا في الكورة وما بقاش خليفة بيب جوارديولا في الكورة؟ هي في النهاية هي مجموعة افكار، بس فكرة تعليمها للعيبة وفكرة تطبيقها في ارض الملعب وفكرة الكواليتي اللي بيتصرف فيها فلوس. ما هو خد بالك وما كانش يقدر في السيزن الاولاني ليه يعمل الفكر ده بجاي الكليشي وبكاري ثانية باكين زباطة. فانت بتتكلم في ان زبالاتة اسف، فانت بتتكلم في ان الفلوس ليها تمن طبعا والكواليتي ليها تمن. بص مرة تانية اللعبة بتاعت الاشتغال، واحد بيجري يبقى الهدف فين؟ أجويرو ينزل يستلم، مش ان الراجل ده يستلم الكوره. هل الموضوع ده اتطبق في الماتش بتاع ريال مدريد وسيتي؟ اه. خليني اوريك الصوره اللي بعدها، كوره وكواليتي دفاع ريال مدريد، مش المفروض نقع في حاجه زي كده. الكوره دي كيفن دي بروين بيطلبها، بس بص كيفن دي بروين بيشاور اشاره واضح انها ذات معنى. أيوة. فبتلاقي الكوره بتتباصى في الصوره اللي وراها، فكيفن دي بروين بيفوتها وبيروح في الصوره اللي وراها يستلم هو التو فيعمل هجمه ثانيه خطره على ريال مدريد. فانت بتتكلم في افكار صعبه جدا تطبيقها، بتطبق في الماتشات الكبيره بتخلق عليك صعوبات كبيره جدا وانت بتلعب مباراه. تفتكر كبيرة. يعني بيب جوارديولا هيقول لزيدان بص العصفوره؟ اهي بص العصفوره. ما هي اصل في الملعب بتحصل بتحصل 100 فكره. خد بالك بقى، ما هو ده اللي بيقوله عز، خد بالك ان هو التعامل بتاع جوارديولا طول الوقت مع المباريات هو تعامل الحاوي اللي انت مش عارف هو هيجي لك منين تحديدا. بالظبط كده؟ كده اسمها فيك ران. الفيك ران دي في الكوره معناها ان احنا بنجري كلنا مع بعض بس هدفنا نعمل حاجه تانية خالص. بالزبط. نجري عشان نفتح مساحات للخصم، نجري عشان ناخد السكند بول، نجري عشان نفضي مساحه لواحد بيتسرسب من وسطينا. الفيك ران دي صعبه جدا قرايتها في ارض الملعب. واكتر فريق بيعمل فيك رانز في الدنيا بيعمل ركضات وهميه هو مانشستر سيتي. لكن واحد هيجي يقول لي طب وايه اللي حصل لمانشستر سيتي السنه دي؟ هقول لك لان كل حاجه ليها تمن. الراجل ده افكاره عشان تتنفذ هجوميا لازم اللعيبه اللي تعملها يبقى كواليتي هجومي عالي جدا. الكواليتي الهجومي العالي جدا دي غالبا بتبقى عندها ايه؟ مشاكل دفاعيه. خلينا نشوف اللي حصل للسيزون ده ليه مانشستر سيتي ونفهم اكتر. سبحان الله الناس دي معقدين الكوره. اه ما هي الكوره على طول شعله شعله سكند بول سكند بول بتاعتي بس خلاص بالك في ايه؟ انت تقول لي كواليتي وبتاع العب على سكند بول يا ريس. استنى اما انقل بقى معاك انا بص بعمل في الماتش بقى بتاع الولفز. انت بتتكلم في نقطه كانت مهمه جدا ان سيتي لو خسر كوره، ودي النقطه اللي انت كنت بتقولها في الاول، بتبقى عنده مشكله كبيره ان اللعيبه اوريدي اتحركت للهجوم. أيوة. فانت مبدئيا كده خرج الباك ليفت بتاعك، فمباشره اتفتحت المساحه علشان خاطر تيجي الهجمه عليك هجمه مرتده سريعه. خلينا نجري في الصور دي. فتلاقي ان الكوره دي مثلا حاجه تانية كانت ان الكواليتي بتاعت مدافعين سيتي اتاثرت بشكل كبير جدا برحيل فينسون كومباني باصابه امريك لابورت، فبقى سهل قوي على اي لاعب ان هو يعمل باصات ضيقه بص المساحات كومباكت. يعني دي ممكن لو انت ما تعرفش ان دخلت جون تقول الله يا سيتي على الوقفه. أي. لكن الكواليتيز بتاع الدفاع سيتي ما كانتش جيده، وبالتالي جري الكوره هتلاقي نيكولاس اوتاماندي بيتزحلق على الارض بيعمل بحيره البجع فبيوقع فبتتفتح الزاويه فبتيجي جون. هالصوره اللي وراها هتلاقي ان نقطه تانية مهمه في دفاع مانشستر سيتي ومشكله مانشستر سيتي هات الصوره اللي وراها دي ده الجون خلاص. ان مثلا في موقف زي ده الموقف ده 4-2 او قول بقى اقل يعني على الاقل هو 2-2 ماشي. ايه دورك في الوقت ده كسنتر باك؟ اعطله. لازم اعطل الراجل عن ان هو ياخد يعمل الباص او يجري بيه الاكتر من كده. فبص بقى التصرف اللي حصل من مدافع مانشستر سيتي على الارض الكحول. فالنتيجة ان الهجمة اتحولت لجول على وشه. نقطة تانية مهمة جدا في دفاع مانشستر سيتي خانة بيب جوارديولا في المباراة دي ان الراجل ده جوندوجان هو عقل بيب جوارديولا في الملعب. أيه. هو موجود عشان ينفذ افكار بيب، بس دي هجوميا. ماذا عن قدراته الدفاعية؟ هات الصورة اللي وراها هتلاقي ان جوندوجان عامل زي المية اللي مش ساقعة كمان، يعني ما ترويش قوي، خيال مآتة. هو مفيش حاجة دفاعي. شايف كرة اترفعت من هندرسون بمنتهى البساطة اتحولت لجون في مانشستر سيتي من مباراة ليفربول. هات الصورة اللي وراها علشان تتفرج على نقطة تانية من نقاط الضعف اللي ظهرت في سيتي السنة دي. جوندوجان مرة تانية الموقف 2-2 مفيش داعي لجوندوجان انه يسرح جوه طالما ان لعيبة ليفربول هتوصل على المنطقة دي وهي بتجري. لكن اللي حصل الصورة اللي بعدها بتبينها ان جوندوجان دخل للقلب ففابينو استلم الكرة. دخل سؤال. في مانشستر سيتي السنة دي
كذا جول بتسديده من على حدود منطقه الجزاء. عندي سؤال، ايه الفايده ان انا بكثف جدا جدا، وخليك معايا يا تم، ايه الفايده ان انا بكثف جدا جدا في الفكر بتاعي الهجومي وانا بيخش فيا اجوان كتير ومن اخطاء دفاعيه ساذجه، وبالتالي انا محتاج في الماتش الواحد ابقى مامن نفسي زي ما انت ما بتقول كده بجون واثنين وثلاثه، لان انا الفرقه بتاعتي بتغلط كتير. ده اللي حصل السيزون ده تحديدا يعني. بيبقى عنيد قوي في افكاره. حلو، بيطبق افكاره غصب عن اي حد. ماشي. وغصب عن اي حاجه. السنه دي والسنه اللي فاتت بالذات حصل تغير في دماغ بيب بعد الخسارات بتاع دوري ابطال اوروبا مع بايرن ميونخ، وبعد الهزايم اللي خدها في اول سيزونين ليه مع مانشستر سيتي. وده اللي بيخليني اقول لك ان كل اللي انت شايفه ده، طبعا واحده من نقاط الضعف نفس القصه الكره العكسيه، كل اللي انت شايفه ده مش هيحصل في ماتش ريال مدريد. ليه مش هيحصل في ماتش ريال مدريد؟ دي النقطه اللي هكلمك عنها، عن التغيير اللي حصل في عقل بيب جوارديولا في ارض الملعب. خلينا ننقل بقى على الصور بتاعه ماتش. تامر عايز اسالك سؤال. لا انا كنت هرد يعني هشارك عز في الاجابه يا ابراهيم. انت كنت بتسال على السؤال ده، هو جوارديولا لما كان حتى ماسك بايرن ميونخ كان بيراهن دايما على حاجتين. انت ليه بتقول ان هو ليه كل ده؟ هو عشان هو شارب الكره الهجوميه قوي، زي كان عارف لما كنا زمان نتكلم على منتخب البرازيل. أيوه. هم ناس معتقدين وعندهم عقيده كده، هتجيب فيا جول هجيب فيك اتنين. فعشان كده انا بهاجم. حتى لو هتروح انا هجيب فيك واتنين وتلاته. ماشي. واربعه. ماشي. فعلشان كده هو بيراهن دايما على الحته الهجوميه. الرهان التاني بتاعه ان انا بهاجم اطول وقت ممكن علشان اامن، يعني انا دايما لو نقل الكره عندك انت في تلت ملعبك، ان هي دايما انت في الحاله الدفاعيه. دايما علشان كده هو برضو بيتاخد عليه دايما ان هو بيتضرب في الهجمات المرتده، او ان هو لو واحد نزل بخته، وده اكتر واحد بيجننه فيها، نزل بخته هجمه. جوارديولا هنا بيحس ان هو ايه ده، انا ما كنتش عامل حسابي ان حد ينزل يهاجمني، اللي هو يورجن كلوب. اتفضل يا عز. في ماتش سيتي وريال مدريد سانتياغو برنابيو، ابتدى زيدان المباراة بفكرة ذكية زي ما كنا شرحناها قبل كده. داني كارباخال هيعمل حركة مشابهة للي بيعمله بيب في صناعة اللعب، هيسيب مكانه وهيدخل هو للعمق. فالنتيجة ان كازميرو ساحب الراجل بتاعه، فكارباخال استلم الكرة بأريحية، نزل له كريم بنزيما وسط الملعب عشان ياخد الباص بمنتهى السهولة ويدور اللعب. الهدف بتاع زيدان ايه؟ كان ان يخلق دايما الموقف بتاع واحد على واحد ناحية الشمال بتاعت ريال مدريد يمين سيتي، او في الحالات الافضل ان يبقى المنظر بالشكل ده. شايف اللعب دار، اسكو استلم الكوره في منطقه بعيده، واحنا اتعودنا من الحلقه اللي فاتت لما اسكو يبقى واخد مكان لاعب بتلاقي اللاعب التاني واخد مكان اسكو، ففالفيردي واخد مكان اسكو وواخد حواليه الكثافه بتاعت مانشستر سيتي، وكمان يا ريتهم حتى قافلين عليه المساحات، لا ده في مساحه كبيره في الناحيه دي. وريني الصوره اللي وراها. نفس الفكره هنا بقى، عايزك تشوف الحركه بتاعت زين الدين زيدان، الكوره مع ريال مدريد، زيدان بيقول لهم وق هناك، ودي على هناك، موقف واحد على واحد، ارمي على هناك بسرعة. فاللي حصل ان كورة مع فاران راحت على هناك بسرعة واتخلقت المساحة دي، لان مندي واخد الراجل بتاعه، فينيسيوس واخد الراجل بتاعه، رياض محرز داخل بيه لجوه، فمفضي مساحة. فماذا فعل بيب جوارديولا؟ خلينا بقى نشوف الصور اللي بقولك عليه على اساسها نفس الفكرة. خلينا نجري في الصور، هتلاقي الصورة اللي ابتدى نفس الموضوع، هتلاقي الفكرة اللي بيب جوارديولا السنة دي عملها. فجأة لقيت في أرض الملعب إن اللي بيضغط الاثنين القلب برناردو سيلفا وكيفن دي بروين مش المهاجم، وفجأة لقيت جيسوس واقف الوقفة دي، هو اللي رجع بقى باك شمال أو وينج شمال دفاعي، حاجة كده فاكر زي لما كانوا بيقولوا مورينيو مرجع صامويل إيتو. أيوه. أنا هفرجك على المنظر ده اتكرر كام مرة في أرض الملعب. هات الصورة اللي وراها، مقفولة خلاص، رياض محرز خد التعليمات، وقف الناحية التانية، اسكو مين اللي راجع بيه؟ رقم 9 بتاع مانشستر سيتي جيسوس. فانت بتتكلم في ان بيب في الشامبيونز ليج عنده استعداد يبيع افكاره عشان يكسب الماتشات، مش يبيع افكاره بس، عنده اخيرا مرونه كانت الناس كلها بتطالبه بيها، ان كل مباراه ليها حساباتها، وانك مش المفروض تخسر لمجرد انك عايز تعمل حتى شكل. حتى كمان احيانا في البيلد اب بيختلف الموضوع، ومش شرط ان هي تبتدي بكوره على طرف من الاطراف، ممكن كمان يعملها مشكله كبيره احكي لك عليها. يعني يبني معاهم الهجمه. أيوة. عشان كده لما كان بيدور يا ابراهيم او بيفاوض جول كيبر، كان عينه على اثنين، على على ادرسون، وقبليها كان مانويل نوير. ما راحش مثلا جاب اوبلك واحد من اعظم حراس المرمى تحت الثلاث خشبات. صحيح. بس رجله ضعيف شويه. يلا خلينا نجري بقى في الصور عشان نشوف الثغره اللي كانت موجوده. بص المنظر ده، المنظر اللي بيخليني اقول لك ان مانشستر سيتي اللي انتوا شفتوه في ماتش ارسنال مش مانشستر سيتي اللي هيلعب ريال مدريد. الوضع هيبقى مختلف تماما في ملعب الاتحاد في مباراه الاياب. هات الصوره اللي وراها،
بص النقطة مرة تانية من اللعيبة بتاعت ريال مدريد بتحاول تنقل اللعب، واللعيبة بتاعت مانشستر سيتي ملتزمة ازاي في أرض الملعب. وهنا في حاجة مهمة هي بس متاكلة من الكادر، الباك اليمين المساحة دي المفترض كرة في رجل لاعب مانشستر سيتي ومفيش ضغط بسرعة كايلي ووكر يبقى هنا. ليه كايلي ووكر مش هنا؟ ليه كايلي ووكر موجود هنا في آخر الملعب خالص لو دخلوا عليها بول سكرين عشان يشوفوا الحتة اللي باينة من السبوت لايت؟ لأن في تعليمات إن في الماتش ده أنا مش عايز ثغرة، أنا مش عايز أي غلطة تيجي مني، هات الصورة اللي وراها، فهيبقى أنا قفلت الثغرة رقم واحد. الحاجة التانية المساحة الفاضية اللي فابينو جاب منها جول. أيوة. بص الصورة اللي وراها مين اللي ملاها؟ أيوة. راس الحربة. راجع قافل على لوكا مودريتش اللي كان هيعمل دور فابينو ويشوط الكره على الجون. فانت بتتكلم في ان لا انا هنا انا عندي مرونه كافيه ان انا العب جيم في حسابات دفاعيه كبيره قدام ريال مدريد. طيب ايه اللي حصل بقى في المباراه بعد كده؟ خد بالك انا عندي دقيقتين فحاول تكثف بقى. الحاجه اللي كسب بيها ريال مدريد الجون الوحيد اللي جابه هي نقطه الضعف الوحيده اللي موجوده حاليا في سيتي. لما سيتي بيبقى معاك كوره بيبقى اخطر من لما سيتي ما يبقاش معاك كوره. في العادي لو سيتي مش معاك كوره بيبقى اضعف. لكن في الحقيقه دلوقتي بقى لما يبقى سيتي معاك كوره وتقطعها منه وهو بيهاجم انت عندك فرص تضرب خط ظهره. فهنا اللعب بيتبني، فينيسيوس مركز قوي وميندي مركز قوي مع رياض محرز. الصوره اللي وراها وابتدي يجري بقى معايا بالصور، نفس الموضوع متكرر، اللعيبه كلها واقفه في اماكنها كويسه وسايبين سيتي معاهم الكوره وبيامنوا عشان الصوره اللي وراها على طول مباشره لوكا مودريتش هيقطع خط التمرير ده. يعني فينيسيوس مراقب كايلي ووكر وهو عارف كويس ان ما عندوش غير اوبشن واحد، لوكا مودريتش فضل واقف، واول ما الكره طلعت قام لوكا مودريتش داخل قطع الكره، خلق منها الموقف اللي احنا شرحناه في الماتش اللي فات بتاع البلاي ميكر اللي بيحبه زين الدين زيدان، واللي صنع منها أي. هدف ريال مدريد قدام مانشستر سيتي واللي اتكررت كتير جدا. لكن زي ما اتفقنا المواجهه قدام سيتي صعبه جدا، مش بس عشان راموس مش موجود، لكن لانك عايز تضغط على ادرسون. ادرسون جاب عمل اسيست جاب بيه جون. عايز ما تضغطش على ادرسون وتدافع، طب وهتجيب وقت منين تكسب؟ عايز تعمل مان ماركينج على كيفن دي بروين، يبقى هتعطل نفسك كتير في الوظائف الهجوميه. عايز تسيب كيفن دي بروين هتبقى مذبحه لو سبت كيفن دي بروين وتناوبت عليه عشان تهاجم اكتر. فالمشكله الرئيسيه ازاي اهاجم بكثافه في ملعب الاتحاد قدام فريق كل لاعب فيه يعتبر سلاح من الأسلحة بسبب الأفكار بتاعت بيب جوارديولا. دي الصعوبة اللي مخلاني شايف إن الدوري الأسباني حلو قوي السنة دي، كافي جدا. وبالمناسبة هو ده مش نهاية لتقييم زين الدين زيدان، لأن الناس كتير بتقولك يكسب بيب ونبقى نقول عليه مدرب جامد. اسأل لو أنت شايف بيب مدرب جامد، اسأل بيب هو أنت خدت تشامبيونز ليج آخر مرة سنة كام؟ ماتش عمره ما كان مقياس، بطولة عمرها ما كانت مقياس، المجموعة هي اللي بتفرق، الفكر هو اللي بيفرق وصناعة الفرق. وهو كمان بيجهز بقاله قد ايه يعني بيب جوارديولا بيجهز بقاله قد ايه. يا عز احسنت وامتعتنا وبشكرك طبعا شكرا جزيلا. شكرا ليك يا فندم على هذه الوقفة التحليلية المتميزة كالعادة. شكرا ليك، بشكرك شكرا جزيلا. عز حلقتنا خلصت، تامر كمان بشكرك شكرا جزيلا. شكرا احسنتم جميل. وكالعادة كل اتنين بتشرفونا وبتنورونا وتتألقوا كالعادة. شكرين جدا يا اساتذة. شكرك يا هيم. شكرين جدا يا فندم. شكرا يا فندم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بيك كامل. نشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره لو في العمر بقيه. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.